سادتي ايها الارعر والاحباء في كل مكان، علي داود يحييكم من راديو وتلفزيون العرب من مدينة زايد الرياضية في مدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث المباراة 24 ضمن فعاليات مباريات كأس اسيا 11. يحكم هذه المباراة الحكم الدولي المصري العربي جمال الغندور، يساعد من سريلانكا واكرا ماتونجي، ومن مالي دانتي دارمين، والحكم الرابع من كوريا الجنوبية كيم يونغ جو. يوسف الثنيان قائد الفريق السعودي، ومحمد خاكبور قائد الفريق الإيراني، والقرعة بينهما، ويوسف يكسب القرعة ويقرر البقاء على يمين السادة المشاهدين. ويمثل المنتخب الإيراني في هذا اللقاء نعيمة نكيسة، وفي خط الظهر نعيم صدافي، محمد علي بيرواني، كريم باجري، فرشاد زادة، في منطقة الوسط محمد خاكبور قائد الفريق، مهر داد وعلي رضا وحميد رضا، في المقدمة علي دائي وخدا داد عزيز. المنتخب السعودي يمثل في هذا اللقاء محمد الدعية في حراسة المرمى، وفي خط الظهر من اليسار لليمين حسين عبد الغني، عبد الله سليمان، محمد الخليوي، محمد شلية. محور ارتكاز الفريق السعودي في هذا اللقاء خميس العويران، وفي الوسط خالد مسعد، يوسف الثنيان قائد الفريق، خالد التيماوي، وفي المقدمة سامي الجابر وفهد المهلل. المنتخب الإيراني والمنتخب السعودي يلتقيان في دور الأربعة بعد أن تحدد الفريق أو الطرف الأول للمباراة النهائية لكأس آسيا 11. ووصل فريق الدولة المضيفة دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تغلب على شقيقه الكويتي بهدف دون مقابل. والآن اللقاء الثاني رقم 24 هو الذي سيحدد الطرف الثاني الذي سيقابل منتخب الامارات يوم السبت 21/12 الساعة 7:30 في مدينة زايد ان شاء الله. المنتخب السعودي وصل الى هذه المباراة بعد ان فاز على تايلاند 6-0 وعلى العراق 1-0 وخسر امام ايران 0-3، وفي دور الثمانية فاز على الصين 4-3. المنتخب الإيراني وصل بعد خسارته الأولى أمام العراق بهدف 2، وبعد أن فاز على تايلاند 3-1 وفاز على المنتخب السعودي 3-0. في دور الثمانية فاز على كوريا الجنوبية 6-2، وهذه أعلت نسبة أهداف في أي مباراة من مباريات البطولة حتى الآن. الحكم المصري جمال الغندور يطلق صافرته، ويبدأ تبدأ المباراة. ضربة مرمى لصالح منتخب إيران اللي بيلعب على يسار السادة المشاهدين، والمنتخب السعودي بالملابس البيضاء على يمين السادة المشاهدين. كل التمنيات القلبية الصادقة للمنتخب الوطني السعودي أن يتأهل في هذه المباراة ليكون الطرف العربي الثاني الخليجي للمباراة النهائية، والتي شهدت هذه الدورة حضورا مكثفا لعرب غرب آسيا، بحيث وصل النهائي 3 منها إضافة إلى إيران. هجمة للمنتخب السعودي، سامي الجابر بيأخذها، نعيم صدفي يلعبها الى 9، حميد رضا سريعة وطويلة، الخليوي بتنقطع، تصل الى يوسف الثنيان، عرضية لمحمد شلية، بيتقدم محمد شلية، ماشي شلية يلعبها الى خالد التيماوي، وتطلع رمية التماس. الفريقين تقريبا يلعبوا بنفس الاسلوب، هذا مدرب الايراني محمد مائلي، وجنبه مساعده سيد رضا افتخاري.
بينما في الجانب الآخر إدواردو إنغادا البرتغالي مدرب المنتخب السعودي. فيرشاد زادة بيرمي التماس، رمي التماس أخرى لصالح المنتخب الإيراني، رمي التماس فيرشاد زادة اللي بدأ يلعب مع الفريق الإيراني من بداية مباراة كوريا. قبل كده كان علي أكبر رقم 3، وفي خطأ لصالح المنتخب السعودي. جمال الغندور بيقول لعلي دايي العب الكرة للكرة وبلاش عنف. علي دايي أكثر واحد أعانى من العنف، ولكن واحنا بنعمل معاه بعض اللقاءات وضح ان هو ما في غرز كبير في وجهه، احنا سمعنا 16 غرزة و20 غرزة، لكن يبدو انه مجرد نزيف تحت الحاجب. هو هداف البطولة حتى الآن بواقع 7 أهداف. جاسم الهويدي كان ب5 وانتهت مباراة الكويت. فهد المهلل ب4 أهداف في هذه الدورة. خاكبور إلى حميد رضا، حميد رضا سريعة وطويلة، عبد الله سليمان بيلمها وبينقص انقطع وتنشاط في المرمى، لكن بيصد على طول خالد مسعد. ترجع مرة ثانية خالد التيماوي بيعليها، خالد التيماوي في اتجاه يوسف التنيان، لاعب سريعة وطويلة إلى رقم 25 مهر داد بتنقطع منه، وفي خطأ لصالح فهد المهلل وبيطلب كارت. طبعا مباراة اليوم مباراة كأس معنى الكلمة، يعني الطرف الفائز إن شاء الله المنتخب السعودي حيكون هو وشقيقه الإماراتي في المباراة النهائية، وده الحقيقة من الأشياء اللي نتمناها كعرب ونتمناها كخليجيين، إنه نشوف مباراة خليجية عربية في نهائي كأس القارة الأكبر والأكثر اكتظاظا بالسكان في الدنيا. محمد شلية حيلعب الخطأ، بيلعب كرة سريعة وطويلة ناحية التيماوي بتنخطف، ياخدها مهر داد وتنقطع مرة ثانية توصل إلى فرشاد إلى كريم، كريم سريعة وطويلة بيجري عليها محمد الخليوي وبيبعدها إلى رمي التماس. محمد الخليوي ورمي التماس، محمد الخليوي وجنبه عبد الله سليمان في الدفاع، المدافع الأيمن محمد شلية والأيسر حسين عبد الغني وكتف قانوني ويوسف التنيان. بيتقدم يوسف ماشي بيلعب من أول مباراة اليوم، والحكم بيسيبه لأنه يسقط إلى سامي، سامي بيلعبها غلط بتنقطع، ياخذها مهر داد، مهر داد بيلعبها في الوسط إلى علي رضا، علي رضا بيقطعها منه على طول الخليوي، لاعب سريعة وطويلة. فرشاد زادة حيرمي تماس لصالح المنتخب الإيراني. 5 دقائق من شوط المباراة الأول، التعادل قائم بالطبع حتى الآن بين المنتخب السعودي والمنتخب الإيراني. محمد خاكبور كرة سريعة وطويلة إلى نعيم صدافي، بيقطعها يوسف، حسين عبد الغني وبيرمي اللي بيطلع لها إلى رمي التماس. أحمد عيد المدير الفني الإداري للمنتخب السعودي وجنبه فنجادة المدرب. شلية وفي خطأ لصالح المنتخب السعودي. عدد الأخطاء اللي بترتكب من بداية المباراة أحيانا بتدل على الشد العصبي اللي بيعاني منه اللاعب، يعني ده يمكن رابع خطأ على التوالي بيرتكبه المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني لم يصل المباراة النهائية من 20 سنة، يعني من 76 في إيران إلى الآن لم يصل إلى المباراة النهائية، بينما المنتخب السعودي 84 وفاز بها، 88 وفاز بها، 92 في هيروشيما وكان الوصيف. وفي كرت، في كرت على علي دايي، علي دايي يبدو انه الحكم حيعطي له كرت. جمال الغندور حيطلع بطاقة صفراء لعلي دايي لانه حصل قبل كده على انذار شفوي، وبيبتسم علي دايي جمال الغندور وبيمتثل علي دايي. علي دايي هداف البطولة حتى الآن، ولكن الغريب انه هو بيتراجع وبيرتكب كثير من الأخطاء، خطأين ورا بعض، ك
كان الاول انذار شفوي من الحكم الدولي العربي المتالق جمال غندور، والخطأ الثاني الان مع حسين عبد الغني. حسين بيعاني من اصابة خارج الملعب الان، وياخذ علي دائي اول انذار. اول انذار في المباراة لعلي دائي. انذار علي دائي المحترف في فريق السد القطري. في هذه البطولة في تصفياتها سجل علي دائي 12 هدف، وفي البطولة نفسها سجل 7 اهداف، يعني 19 هدف منذ بداية البطولة. ان شاء الله تكون هذه اخر اهدافه. طبعا اتمنى ان المحلل وزملاء وسامي والثنيان تزداد اهدافهم. والتماوي بيشوط كرة حلوة بيخطفها لكن بعيدة. التماوي اللي نجح في المباراة الماضية من الصين عندما استبدل تكتيكيا محمد الشيلية ولعب مكانه التماوي في خانة الدفاع الايمن، ولعب الثنيان في مكان التماوي، واستطاع المنتخب السعودي في تلك المباراة في دور الاربعة ان يفوز على المنتخب الصيني 4-3 بعد ما كان الصينيين متقدمين بهدفين دقيقة 7 ودقيقة 17. رمي تماس لصالح المنتخب الايراني. هيلعبها الظهير الايسر للمنتخب الايراني فرشاد زادة. احمد عيد بيطلب هو والمترجم من طبعا تعليمات المدرب انه اللعيبة تتقدم وتضغط. جانب من الجمهور الايراني، وفي عدد كبير جدا من الجمهور السعودي، اكثر من 3 طائرات وصلت اليوم غير الرحلات البرية المتوالية التي دائما ما تكون في اتجاه المنتخب السعودي اينما تواجد في منطقة يمكن الوصول اليها برا، والا فالجماهير السعودية اعتادت ان ترافق منتخبها حتى في اقصى الشرق. رامي التماس منتخب ايران. كريم باجري، مهرداد ورامي التماس بيطلعها يوسف الثنيان. لعب التماس بسرعة، والتماس طبعا ما في تسلل احنا عارفين، وضرب الزاوية. اذا ضرب الزاوية، اول ضرب الزاوية للمنتخب الايراني تتلعب بسرعة وعرضية وبمعنى خيط مثلا على طول. كريم محمد خاكبور كرة سريعة وتطلع ضربة مرمى. هذا خاكبور قائد المنتخب الايراني. خاكبور هذا من المحترفين في سنغافورة. محمد خاكبور. محمد الدعيا كرة سريعة وطويلة في اتجاه يوسف والمهلل يوسف الثنيان، وفي خطأ لصالح يوسف الثنيان. برضو علي دائي. علي دائي اليوم يعني زي ما عنده نسبة اهداف عالية، يبدو انه حيكون عنده نسبة فاولات او اخطاء عالية. هذا رابع خطأ تقريبا على علي دائي، منها اخذ كرت اصفر. طبعا القانون انه لو اللاعب عنده كرت اصفر واخذ انذار اخر اصفر وداخل المهلل، داخل فهد المهلل وتطلع ضربة خطأ لصالح اللاعب الايراني محمد علي بيرواني. محمد علي بيرواني هذا المحترف الثاني في السد القطري، هو وزميله علي دائي. فهد المهلل لاعب نادي الشباب السعودي، والخطأ بيتلعب من نايمة نكيسة. نايمة كرة طويلة، ظل سليمان بالراس، توصل الى مهرداد 25، بيتركها رامي التماس. مهرداد كريم، ماشي كريم بيحاول لعب من كرة عكسية وبيشيلها على طول عبد الله سليمان. برافو عبد الله، كرة حلوة. كريم باقري رقم 4. كريم كان سجل من الهدف الأول في المنتخب السعودي في مباراة دور 16، تقدم بعد ذلك الهدف وأصبح يلعب في وسط الملعب المتقدم. وبيرجع محمد خاكبور. عبد الله سليمان عشان يلعب قلب دفاع مع محمد علي بيرواني. ورامي تماس تطلع رامي تماس لصالح المنتخب السعودي. صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز رئيس بعثة المنتخب السعودي، نائب الرئيس العام لرعاة الشباب.
وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب السعودي الحبيب في هذا اللقاء. رمية التماس هتتلعب حسين عبد الغني. حسين عبد الغني كرة سريعة في اتجاه فهد المهلة، بتطلع رمية التماس لصالح المنتخب السعودي، هيلعبها خالد مسعد، بيلعبها لحسين عبد الغني. حسين عبد الغني وكرة عرضية سريعة وطويلة أمام أحد، توصل إلى فرشاد زادة رقم 18. فرشاد سريعة وطويلة، بيحرسها الخليوي وبيلف الخليوي ويلعب كرة سريعة وطويلة تصل إلى سريعة ماشي سامي الجابر سامي بيعدي من اثنين، سامي داخل، سامي تنقطع، عمل لعبة حلوة لكن ما كملت وانقطعت. خالد مسعد عرضية إلى يوسف بيلعبها لكن بتنقطع مرة ثانية داخل يوسف، بيقاتل على كل كرة ودخلت يوت. كرة حلوة محمد شليه اتلعبت له كرة حلوة وذكية ودخل على طول وحط رجله فيها وبعدها شوية عن حارس المرمى في الزاوية اليسرى اليمنى لحارس المرمى وتطلع ضربة مرمى. أول هجمة خطيرة على المنتخب الإماراتي بعد مرور 14 دقيقة من شوط المباراة الأول. هذه عادة الكرة محمد شليا. أسلوب اللعب في الفريقين واضح 4-4-2 في مقدمة المنتخب السعودي سامي الجابر والمهلل وخدد العزيزي وعلي دائي في مقدمة الفريق الإيراني. كرة عرضية علي رضا كريم باقري وبتنقطع لكن لسه كرة مع كريم ويلعب كرة عرضية بتنشال على طول تصل إلى نعيم صدافي. يوسف الثنيان، يوسف ونعيم وفي خطأ لصالح يوسف الثنيان على نعيم صدافي. هذا يوسف الثنيان. خالد مسعد تمريرة ناحية فهد المهلل وبيتقدم حسين عبد الغني. يوسف الثنيان يرجعها تنشال من خميس العوران تطلع رمية تماس. ربع ساعة الآن من شوط المباراة الأول. التعادل قائم بين المنتخب السعودي والإيراني بدون أهداف في المباراة ما قبل النهائية لتحديد الطرف الثاني إلى المباراة النهائية. بعد أن تأهل سيداتي آنساتي سادتي مع كل التبريك والتهاني منتخب الإمارات العربية المتحدة بعد أن فاز على شقيقه الكويتي بهدف دون مقابل. شليا الى المهلل، فهد بيعدي بالعرض بتنقطع ولسه المهلل بيحاول تنقطع مرة ثانية وتطلع رمية تماس لصالح المنتخب السعودي تطول من مهرداد وتطلع رمية تماس. واضح حذر الفريقين طبعا لانه المباراة مهمة جدا، مباراة طبعا فيها خروج المغلوب ووصول الفائز الى المباراة النهائية. التماوي تنقطع منه وتبدأ هجمة للمنتخب الايراني. حميد رضا تطول داخل يوسف الثنيان وبرجري حسين عبد الغني عشان يحصلها حسين عبد الغني بالعرض. خميس عويران عرضية في اتجاه محمد شليا ماشي محمد وقدامه رقم 7 علي رضا يلعبها سريعة وطويلة وفي خطأ في شد وفي خطأ لصالح المنتخب السعودي لصالح سامي الجابر. عدد الأخطاء كثيرة على المنتخب الإيراني اليوم. ماشي يوسف بيعدي من واحد مرة حلوة ناحية حسين عبد الغني، حسين عرضية كورة غريبة عجيبة بتعدي من المهلل وبتعدي من سامي الجابر. لعب حسين عبد الغني كورة حلوة من يوسف الثنيان. بدأ المنتخب السعودي بعد ربع ساعة الأولى من الشوط الأول يركز هجماته وينوعها على الجهتين اليمنى واليسرى. التماوي تمريرة ناحية سامي الخالد، خالد بيشوط ضعيفة معروف تسديداته القوية لكن الكرة ما لبست رجله زي ما يحب وتطلع ضربة مرمى. فيكم شايفين الكرة دي عدت من الكل. سامي الجابر توقع انه المهلل وصل اليها ولهذا فوجئ بها
بتمر من امامه دون ان يستطيع ان يقابلها. على اي حال، على اي حال، لا شيء للمنتخبين، وحوالي 17 دقيقة من شوط المباراة الاول، والتعادل قائم في مباراة لا تعترف بالتعادلات. الادوار النهائية في، طبعا نتمنى ان شاء الله انه المنتخب السعودي ينهيها في الشوط الاول او الثاني، يعني في الوقت الاصلي، لكن في حالة انه استمرار التعادل هيكون في وقت اضافي على شوطين، يكون بعده او خلاله الهدف الذهبي اللي تأهلت به الامارات امام العراق، واليوم فازت الامارات بدون اهداف ذهبية بهدف ماسي الواقع لانه جاء في الوقت الاصلي، كرة عرضية بتنقطع، نايم صدافي يعدي من حسين عبد الغني، هيلعب كرة عرضية، بيلعب كرة عرضية بتنشال على طول من التماوي، بيقطعها كريم باقري، وكريم بيشوط من بعيد وتطلع ضربة مرمى. هذا كريم باقري اللي بيلعب في الوسط المتأخر وبينطلق مع الهجمة لانه معروف بتسديداته القوية. سنه صغير ايضا 22 سنة كريم باقري. محمد الدعية بيلعب كرة طويلة باتجاه فهد المهلل، يطلع خالد التماوي وخالد مسعد بالرأس، لكن في خطأ لصالح المنتخب الإيراني على خالد مسعد. محمد علي بيرواني هيلعب الخطأ وجنبه فهد المهلل، بيلعبها الى علي رضا، علي رضا لمحمد علي، مرة ثانية الى محمد خاكبور، محمد خاكبور بمرر كرة سريعة الى علي رضا، علي رضا الى حميد رضا، حميد رضا بمررها سريعة لكن بتنقطع، بيقطعها يوسف، علي رضا مرة ثانية كرة عرضية بيشيلها عبدالله سليمان، بتصلح لكريم، كريم بيصلح لحميد رضا، حميد رضا بنقولها الى مهرداد، مهرداد تطول منه وتطلع رمية تماس، رمية تماس لصالح المنتخب السعودي. محمد الدعية طالع ياخذ التماس من محمد شيلية، بيلعبها لمحمد شيلية لانه حارس المرمى اقدر انه يوصلها مسافة ابعد وبدون تدخل من احد. بيقول لهم قدموا 20 دقيقة من شوط المباراة الاول، تعادل بدون اهداف قائم. خاكبور بالراس، خالد مسعد بيلمها وجنبه حسين عبد الغني، خالد وحسين، حسين وخالد بتنقطع وبنضربوا الاثنين لانه الاثنين المفروض يغطوا واحد فيهم الثاني. في خطأ، في خطأ على خميس العوران، وفي انذار، في انذار، الانذار الثاني من نصيب خميس العوران، انذار كارت اصفر على خميس العوران زي ما في كارت اصفر على علي دائي. اذا تعادل هنا وتعادل هنا وكارت اصفر هنا وكارت اصفر هنا. هذا حميد رضا كان بيعدي والحكم اعتبرها اعتراض من خميس العوران وبياخد كارت اصفر. طايح في الارض حميد رضا رقم 9، وهذا خميس عويران الدوسري وكارت اصفر. بيقوم مره ثانيه حميد رضا، حميد رضا ستيلي، حميد رضا اسهل، هيتلعب الخطا لصالح المنتخب الايراني. هيلعب محمد خاكبور رقم 14 قائد الفريق، 20 دقيقة التعادل بدون اهداف. محمد خاكبور وكرة عالية وسريعة، عبدالله سليمان بيشيلها بسرعة ناحية فهد المهلل، بيشيلها من قدامه فرشاد زادة، تصل الى مهرداد، مهرداد ومعه المهلل، لسه مع مهرداد بلعبة سريعة وطويلة، عبدالله سليمان بيخبطها في علي دائي وتطلع رمية جانبية لصالح المنتخب السعودي. بتتلعب من الاتماوي طويلة، يوسف ما يحصلها، بتنقطع منه، يحصلها خالد مسعد، يلا خالد، خالد بيمرر ليوسف، يوسف ماشي، يلا يوسف ماشي، يوسف سنيهان وسريعة في اتجاه سامي الجابر، خاكبور بيجري عليها بيحاول يأمنها وبياخذها سامي الجابر لكن بتنقطع، بيقطع خبور الى نعيم صدافي، نعيم صدافي ماشي، نعيم المدافع الايمن للمنتخب الايراني، كرة سريعة وطويلة بتطلع ناحية محمد الخليوي، خليوي بيشيلها بيلعبها في الناحية اليمنى، بيقطعها مهرداد، مهرداد بيلعبها بالراس عالية وطويلة، علي دائي، علي دائي بيحاول يلم علي دائي، بيشوط من أي مكان لكن برافو دخل عليه محمد الخليوي ويتصل إلى محمد الدعية.
علي داي هداف خطير وبيجيد التعامل مع الكرة بالرأس وبكلتا القدمين وبيلعب الكرة من اللمسة الأولى. عشان كده واضح انه الخليوي وعبدالله السليمان حاطين عينهم عليه بحيث انه هو ما يستلم كرة لانه بحالة استلامها بيتصرف فيها بشيء من الدقة. وطبعا ده مطلوب من كل مهاجم لانه المطلوب من المهاجم يكون فيه مواصفات التهديف على المرمى بكلتا القدمين بالرأس ايضا. محمد شلية هيلعب رمية التماس هيرميها لخالد التماوي لكن بيغطيه علي رضا. لعبها للخلف يوسف الثنيان. يوسف الثنيان من الناحية اليوم بحاول تقدم يوسف بحاول يعدي وبتطلع رمية التماس اخرى بيطلعها علي رضا رمية التماس تطلع لصالح المنتخب السعودي. هيلعب محمد شلية زي ما تكون ضربة ركنية في اتجاه منطقة ال 18 الإيرانية. محمد شلية كرة عالية بيشيلها على طول مهرداد خميس الهوران إلى شلية. شلية عرضية داخل خالد التماوي. خالد مسعد بيلعبها للخلف بيشيلها محمد خاكبور تصل إلى يوسف الثنيان داخل يوسف وبتنشال وداخل من برا. طولت على المهلل وطلع نعيمة نكيسة غطاها بسرعة تلعب التماس بسرعة التماوي. خالد التماوي بيحاول يعدي بتنقطع منه بيحاول يعدي الحكم بيقول العب الكرة في صالح المنتخب الإيراني وهجمة مرتدة للفريق الإيراني. هجمة مرتدة خميس العوران خلي بالك خميس انت عندك كارت وبيدخل على طول محمد الخليوي. برافو محمد وبيشيلها. خميس عمل دور كويس وضغط على اللاعب واخذ الكرة منه. خالد مسعد الى يوسف الثنيان الى حسين عبد الغني ولا نفسه لسه معه وجنبه حسين عبد الغني ماشي يوسف وتطلع رمية تماس لصالح المنتخب السعودي. 24 دقيقة من المباراة في الشوط الاول التعادل القائم بدون اهداف. حسين عبد الغني حيرمي التماس يلا يا حسين لخالد مسعد. خالد لحسين مرة ثانية بمررها حلوة المسعد لكن بتنقطع من نعيم صدافي الى خدداد عزيزي وتطلع رمية التماس تطول من خدداد عزيزي لعبة طويلة لكن تطلع رمية التماس لصالح المنتخب الايراني. محمد خاكبور حيرمي التماس بيرمي يجد حسين عبد الغني بيلوم ويغطي ولعبة سريعة ناحية سامي الجابر. سامي بالراس الى يوسف الثنيان. يوسف الى سامي للمهلل. المهلل كان حلوة لسامي لكن في تغطية من محمد علي برواني. محمد علي برواني قلب الدفاع الايراني بمررها الى حميد رضا الى علي رضا الى نعيم صدافي بتنقطع بالراس من العوران. يوسف الثنيان بتنقطع من يوسف وتطلع رمية التماس لصالح المنتخب السعودي. 25 دقيقة من شوط المباراة الاول وهذا حسين عبد الغني بيطلب الكرة والحكم طبعا لازم يكون حريص في الحالة دي لانه كان زمان لا يسمح الا بالكرة اللي اختارها الحكم ويختبرها الحكم. تنقطع اول ما بتطلع كرة بتنزل بدالها الكرة الثانية فاحيانا بتنزل من جهتين مختلفتين طبعا اللعب لا يمكن يستأنف الا بكورة واحدة بس. حميد رضا بتنقطع بيبعدها خالد مسعد. محمد خاكبور وكورة عرضية لحميد رضا بيخطفها على طول لكن لازم تشيلها برجلك بيشيلها الدعاية. برافو محمد في اتجاه سامي بيعديها لنفسه لكن تطول ياخدها محمد علي بيرواني تصل الى علي رضا ينقلها الى كريم باغري. كريم الى علي دائي بتتخطف من علي دائي بتنشال على طول وكرة سريعة وطويلة في اربعة من المدافعين الايرانيين مع سامي الجابر والمهلل. معنى كده ان منطقة الوسط السعودية لازم تكون اكثر تحكما في الكرة لانه فيها زيادة عددية اكثر. عرضية مهرداد زادة الى كريم باقري بيحاول يعديها الى مهرداد بيعديها المهرداد كرة سريعة وفيها خطورة كرة عرضية لكن بتنقطع
وتطلع رامي التماس. محمد شيلية بيقطعها من قدام ميرداد تصطدم فيه وتطلع رامي التماس لصالح المنتخب الايراني. رامية التماس الى علي رضا من مهرداد في اتجاه المرمى ومحمد الداعية. برافو محمد. وحسين عبد الغني بيجري له لكن بهد اللعب وبيخلي الزملاء يتقدموا شوية. محمد الداعية والكرة طويلة بتطلع رامي التماس. رامي التماس لصالح المنتخب السعودي. هيتلعب التماس من محمد شيلية. محمد شيلية بيلعبها في اتجاه سامي بالكعب بتنقطع. كريم باقري. كريم يمررها الى علي داي. علي داي الى علي رضا بتنقطع مرة ثانية وتطلع ضربة مرمى لكن بيحصلها محمد الداعية. هيشوط محمد الداعية كرة سريعة وطويلة بتطلع رمي التماس من فرشاد زادة. طبعا كل جمهور بيساند فريقه بالطريقة اللي تعود عليها، يعني الناس في الاعلام وناس في التراطير. رمية التماس محمد شيلية. محمد الى فهد الى محمد بالعرض حلوة الى يوسف. يوسف يتركها لخالد مسعد. خالد ليوسف. يوسف الثنيان في وسط الملعب الايراني بيمرر لخالد مسعد. خالد مسعد في اتجاه المرمى وبيشوط كرة حلوة. بيشوط حلوة خالد. حلوة. كور زي دي بتخض حارس المرمى بتخض المدافعين بتخلي الفريق يتثبت ورا شوية. كل ما شاف الضغط واضح على مرمى بتهديفة مباشرة او غير مباشرة بيحس انه الفريق الاخر قادم فبيتراجع للخلف نوعا ما نفسيا. كل ما يشعر حتى لاعب الوسط انه في تهديد لمرمى بينسى المهمة الهجومية نوعا ما وبيتقدم او بيتأخر ليساند دفاعه. رامي التماس. محمد الخلاوي بيطلعها. نعيم صدافي حيرمي التماس. نعيم بيرمي السماء التماس لحميد رضا. حميد رضا على راس 18 بيطلع برا النعيم بتصطدم وداخل خالد مسعد. هيلمها خالد لكن بتنقطع منه داخل حسين عبد الغني وتطلع رامي التماس لصالح المنتخب الايراني. نعيم صدافي بيرمي التماس الى علي رضا. حميد رضا رقم 9 في 7 علي رضا و9 حميد رضا. صدافي عرضية يشيلها محمد سليمان. محمد الخليوي. يوسف بيكسبها يلعبها لحسين عبد الغني. حسين عبد الغني سريعة في اتجاه فهد المهلل وسامي الجابر بتنقطع وترجع لحارس المرمى اللي هيلعبها مباشرة. بيلعبها في الارض الى محمد علي بيرواني. محمد علي بيرواني قلب الدفاع الايراني بتقدم ونقولها على الظهير الايسر فرشاد زادة. فرشاد بالعرض الى علي رضا الى حميد رضا الان الى علي رضا. تصل الى نعيم صدافي. نعيم بيعلي كرة عالية في اتجاه علي دائي بتنشال وشلية داخل ايضا مع مهرداد في خطأ لصالح مهرداد من المنتخب الايراني. نصف ساعة من شوط المباراة الاول والتعادل قائم بدون اهداف بين المنتخب السعودي والمنتخب الايراني في المباراة ما قبل النهائية لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية بعد ان توصل منتخب الامارات الى حجز مقعده عقب هزيمته لشقيقه الكويتي بهدف دون مقابل. هيتلعب الخطأ لصالح المنتخب الايراني. كريم باقري في المرمى وبتفلت وفي تسلل. في تسلل مع تنفيذ الضربة. كان في لاعب متسلل وفي تسلل رجل الخط السريلانكي وكرا ماتونجي رافع رايته وقايل انه في تسلل. طبعا المرة دي التسلل واضح. هنشوف التسلل الان. هو طبعا ما هي باعتبارها ارتدت. لا في حال ترتد الى خدداد عزيزي كورة صحيحة لكن خدداد عزيزي اساسا كان في موقع اهو الان شايفينه اهو الان قبل ما تصل الكورة وقبل ما ترتد قرار سليم وتسلل واضح على خدداد عزيزي. لو عيدت مرة ثانية برضو هتنشاف بوضوح اكثر. هذا عزيزي زعلان ليه؟ طبعا كل لاعب بيحاول انه يأكد انه على حق لكن رجل الخط الواقع
السريلانكي وكرا ماتونجي رفع رايته قبل ما تصل الكرة الى عزيزي. بتنشال فهد المهلل الى سامي الجابر. يلا سامي قدامك واحد بس. يلا سامي يلا سامي داخل سامي داخل سامي داخل سامي. اتأخر الصورة شوية على سامي بتنخطف. اول ما تطوى الكرة هنا تنخطف على طول. رميد تماس علي رضا بيلعبها الى حميد رضا. تطلع رميد تماس لصالح المنتخب السعودي. خالد مسعد خالد مسعد وكاميرا حلوة ناحية يوسف السنياني. يوسف ايضا قدمه قوية بحاول عدي وفي خطأ في خطأ لكن حكم بيقول اعتراض غير مقصود. بيمشيها سريعة محمد الخليوي. كرة سريعة محمد الخليوي في راية. اتأخر فيها شوية دانتي داربي من مالي لانه كان واضح في تسلل على المهلل من قبل اللعبة ما توصل له. حميد رضا حميد رضا وخالد مسعد. حميد وخالد بترجع ورا الى نعيم صدافي. نعيم صدافي الى حميد رضا مرة ثانية. حميد رضا باتجاه علي رضا الى نعيم صدافي بيصدمها في محمد الخليوي وتطلع ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي. باقي 12 دقيقة من شوط المباراة الاول والتعادل القائم بين المنتخب الايراني والسعودي بدون اهداف. هذا نعيم صدافي. محمد دعية بيلعب ضربة المرمى بالراس مهلل لكن تطول وياخذها فرشاد زادة. تصل الى علي رضا. علي رضا بيلعبها سريعة وطويلة ناحية علي دائي. علي دائي يرجعها للخلف الى مهرداد. مهرداد بالعرض الى حميد رضا. حميد رضا بالدائرة الى نعيم الى محمد خاقبور. خاقبور بشوط كرة عرضية تصل الى رميد تماس لصالح المنتخب الايراني. هذا محمد خاقبور ورميد تماس. تتلعب بسرعة الى خاقبور مرة ثانية من نعيم صدافي لنعيم صدافي مرة ثانية. نعيم الى حميد رضا. حميد رضا بيحاول يعدي لكن مغطي معه. بتنشال ترجع لخاقبور مرة ثانية قدامه يوسف السنيان. العب عرضية بيشيلها خميس العوران. خالد مسعد تنقطع وتوصل الى محمد خاقبور. الفريقين طبعا بيحاولوا ان هم يكثفوا تواجدهم في منطقة الوسط وينطلقوا من خلالها الى عمليات الهجوم يعني المرتد او الذي يبنى ببطء شديد لانه الفريقين في وسط الملعب بيحاولوا ان هم يمتلكوا المنطقة اكثر من اي وقت ثاني او اي منطقة اخرى. كرة سريعة وبيشيلها. برافو يا عبد الله يا خليوي. خليوي على طول محمد الخليوي بينقض وبيشيل كورة خطيرة مليون في المية من قدام علي دائي الهداف الخطير. ودي مشكلة الدفاع نكون على خط واحد بنضارب بسرعة لكن دخل على طول وشالها وطلعت ضربة زاوية. ضربة زاوية ضربة زاوية وفينا لاعب من الفريق الايراني مصاب والحكم بيقول يتعالج برا. هرسن على وقت المباراة. هرسن على وقت المباراة. ونعيم صدافي بيقولوا طيب يعني يعمل ايه. قالوا في نقالة انشال عن نقالة. هذا رقم 9 حميد رضا. بيطلع حميد رضا وبيربطه عشان لا يقوم تاني. هذا حميد وفي خطأ كان على خالد مسعد. الحقيقة انا ما شفت الانذار اثناء الاعادة ولكن انا شفت الحكم طلع شنطة او محفظة الكروت. يبدو انه خالد مسعد اخذ انذار يبدو لي. خالد مسعد ربما هتطلع بضربة الزاوية. هاي فعلا خالد مسعد عنده انذار. اذا في انذار لخميس العوران وانذار لخالد مسعد وفي انذار لعلي دائي. ثلاثة انذارات وباقي حوالي 9 دقائق على نهاية الشوط الاول. بيرجع مرة ثانية حميد رضا. بيرجع حميد رضا وحتتلعب ضربة الزاوية عرضية وعالية وفي اتجاه المرمى وبيشيلها حسين عبد الغني. يا سلام يا حسين. حسين يعني في التغطية رائع رائع جدا. نتذكر في مباراة الصين شال كرة من على الخط
ودي مهم ابرز مهام المدافع ان هو يحمي مرمى بالطرق المشروعة له طبعا، منها التغطية. وكل ما تميز المدافع بالتغطية كل ما كان مكان ثقة واطمئنان بالنسبة لحارس المرمى وبالنسبة لزملائه. سامي الجابر بيحاول يعدي من اثنين، بيعدي بتمريرة لكن بياخذها يوسف الثنيان، ترجع لسامي وتنقطع مرة ثانية نعيم صدافي، محمد خاقبور تراجع شوية وقدم صدافي للوسط حميه علي رضا الى مهرداد كرة عرضية وسريعة بيطلع لها دايب الراس عبدالله سليمان. برافو يا عبدالله، بهدوء شديد بيلعبها بالراس الى الدعيع محمد علي برنواني، تطلع الى مهرداد بالعرض الى كريم باقري في وسط الملعب الايراني، كرة سريعة وطويلة، حسين عبد الغني بالراس في اتجاه خالد مسعد، داخل خاقبور وبياخدها خميس الاوران وبيغطي، تصل الى يوسف الثنيان وفي خطأ لصالح الحكم، وقف اللعب الان. هنشوف في اثنين لعيبة طايحين في الارض، في خالد مسعد من ناحية وفي نعيم صدافي من ناحية ثانية. خالد مسعد طايح في الارض ونعيم صدافي طايح على الارض. خميس عويران عنده كارت اصفر، وهذا نعيم. هنشوف قام نعيم صدافي وان شاء الله يقوم خالد مسعد بالسلامة. خالد مسعد من اللعيبة المهمين في المنتخب السعودي، وان شاء الله يقوم بالسلامة خالد بان شاء الله خالد، لكن حيرجع ان شاء الله، حيرجع سليم بإذن الله. اذا حيتلعب الخطأ، هنشوف الحكم حسبه لمين. بيرجع خالد مسعد بسلامة، ومتبقي حوالي 6 دقائق على نهاية الشوط الاول من المباراة، والتعادل قائم بدون اهداف. فريقين كل واحد فيهم عارف قيمة الاخر، وكل واحد عارف انه قدام فريق قوي، ولهذا التوازن قائم بين كل الخطوط بين من الفريقين. مهرداد داخل التماوي، يوسف الثنيان تطول لكن تصل الى محمد خاقبور الى نعيم صدفي اللي صدم مع خالد مسعد، وقاموا الاثنين بسلامة. بتنقطع يوسف الثنيان الى محمد شلية، والخمس دقائق الاخيرة المتبقية في الشوط الاول. سريع ناحية سامي بيحاول يرجع بالراس لكن تطلع رمي التماس لصالح المنتخب الايراني. مباراة الحقيقة الدورة شهدت اهداف كثيرة، شهدت بس في دور الثمانية 18 هدف، لكن عموما في الدورة كلها حتى الان 78 هدف، وده معدل عالمي كبير جدا. عبدالله سلام بتأخر فيها عبدالله، لسه الكرة مع الفريق الايراني لكن تطلع من خدة دال عزيزي، تطلع لصالح ضربة زاوية لصالح المنتخب الايراني. لعب ضربة الزاوية عالية والدعية طالع، برجع مرة ثانية بتنشال، بحط رجل فيها وتطلع ضربة مرمى. خاقبور بينظر للحكم وكأنما في القانون اي لاعب يسقط داخل منطقة تحتسب له ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي. هذه عاد اليوم مرة ثانية تطلع ضربة مرمى. هيلعب محمد الدعية، محمد كرة سريعة بتنقطع لكن لسه كرة في وسط الملعب الايراني. كريم باقري، يوسف الثنيان بالراس، حميد رضا تصل الى حسين عبد الغني، هيسيبها تطلع تماس ويلعبها هو، هيلعبها بسرعة، بيلعبها الى خالد مسعد بيلعبها غلط وتنقطع لكن بتطلع رمية تماس اخرى لصالح المنتخب السعودي، هيلعبها برضه حسين عبد الغني. واربع دقائق على نهاية الشوط الاول، التعادل قائم في مباراة الكؤوس. ليس المهم التكتيك ولا ليس مهم النتيجة الاستعراض، لكن المهم الاداء المربح الذي يصل بالفريق الى المباراة النهائية. في خطأ على علي داي،
الحاجز عبد الله سليمان. ضربة الخطا هتتلعب من حسين عبد الغني وجنبه خالد مسعد، بيسيبها لخالد مسعد وخالد بيلعبها سريعة باتجاه سامي الجابر. سامي الجابر بيحاول يعدي لكن في تغطية. خالد مسعد إلى حسين عبد الغني، تصل لخالد مسعد مرة ثانية، بيحاول يعدي لكن بتنقطع مرة ثانية. بيحاول فيها مسعد مرة ثانية لكن بتروح، تصل إلى علي داي وتطلع رامي التماس. رامي التماس لصالح المنتخب الإيراني. محمد خطبور اللي قلنا نتيجة التقدم اللي شافه من الهجوم السعودي رجع إلى الظهير الأيمن، وتقدم نعيم صدافي إلى الوسط وبيميل معاه للدفاع. خطبور خبرته أكبر ولهذا عاد به المدرب إلى منطقة الدفاع. كرة عرضية من نعيم صدافي اللي يبدو أنه أيضا بيجيد النزعة الهجومية أكثر من خطبور. رامي التماس بيلعبها حميد رضا إلى علي رضا. علي رضا لسه مع الكرة، بيلعبها بالعرض بتنقطع. علي داي على رضا، عبد الله سليمان بيشيلها على طول وتطلع رامي التماس. رامي التماس لصالح المنتخب الإيراني. دقيقة 43 من شوط المباراة الأول والتعادل كما تشاهدون قائم بدون أهداف. حميد رضا عرضية بيشيلها على طول عبد الله سليمان داخل التماوي، سريعة في اتجاه سامي، مقطوعة. علي رضا، نعيم بتطول منه لكن بيلمها ويبدأ بها هجمة تصطدم في الخلاوي وتطلع رمية تماس. اذا ما للأداء الايراني الان الى ان يتقدم نعيم صدافي في ناحية الجناح الايمن بشكل اكثر كثافة، ويتواجد خدى دادي عزيزي في منطقة الجناح الايسر وعلي دائي في قلب الهجوم. نوعا ما اصبح التكتيك 4-3 او 3-4-3 حسب حالة الهجمة او الدفاع. نعيم صدافي بتواجد بكثافة في منطقة الجناح الايمن للمنتخب الايراني، وطبعا بيكون خالي من الرقابة، بيتقدم خلسة وما حد بيركز عليه. طويلة علي دائي بالرأس، بيجري خدها دادي عزيز ومعه محمد الخليوي، بيشيلها الخليوي تصل الى التماوي من شلية. التماوي داخل بها وسط الملعب بمررة سريعة ناحية يوسف السنيان. يوسف بيحاول يعدي، بيعدي بتمريرة عرضية بين سامي وبين حسين عبد الغني، بيعتذر لهم يوسف، معلش بيعتذر يوسف لانه مررها بسرعة، لا يلده ولا يلده. رامي التماس هيلعبها محمد خاطبور. خاطبور بيرميها ناحية علي داي. علي داي بتنخطف منه، بتنقطع، بتنشال مرة ثانية وترجع الى محمد خاطبور. محمد خاطبور كرة سريعة، برافو محمد الخليوي وعبدالله سليمان، تطلع رامي التماس. رامي التماس خليوي وسليمان ما بيسمحوا اليوم للمهاجمين الايرانيين هم يستلموا كرة على منطقة 18 والحكم بيقول يلعب. تطلع رامي التماس لصالح المنتخب السعودي. انتهى الشوط الاول حسابيا حسب ساعة الاستاد، ويبقى الوقت بدل الضائع الذي يحتسبه عادة حكم المباراة، وحكمنا اليوم الحكم العربي الدولي المصري جمال الغندور اللي بيقود المباراة الواقع بكثير من الحكمة ومن الخبرة دون ان يتدخل لإفسادها رغم بعض الاحتكاكات اللي بتحصل، لكنه حكم من الحكام العرب الممتازين الواقع اللي نتمنى لهم التوفيق هو وزملائه اللي ظهروا في هذه الدورة. ظهر التحكيم العربي بشكل افضل كثير من الافريقي ومن الشرق اسيوي، يعني شفنا عبد الرحمن الزيد من السعودية، علي بوجسيم من الامارات، وجمال الغندور من جمهورية مصر العربية. محمد شلية حاول يعدي شلية من واحد من اثنين لكن بتطول، لسه محمد شلية ماشي. محمد بلعب عرضية ناحية خالد مسعد، بتطول على خالد مسعد، توصل الى علي رضا وتشيلها سريعة وطويلة، وحسين عبد الغني توصل وراء الى عبد الله الى محمد الخليوي. الخليوي بتنقطع على طول من محمد علي، تصل الى محمد شلية، بتعدي منه علي رضا، بياخدها علي رضا بيرجعها الى مهرداد، عرضية وسريعة. خالد مسعد بالراس
بيشيلها خميس العوران وفي خطأ لصالح المنتخب الإيراني على خالد مسعد لصالح حميد رضا. الوقت الأصلي للشوط الأول انتهى من حوالي دقيقة ونصف، ويتبقى طبعا الوقت اللي بيحتسبه حكم المباراة، وده لما نشوف ريك فنجادة وبيشرب موية. هيتلعب الخطأ لصالح المنتخب الإيراني من منتصف الملعب السعودي، محمد الدعية بيضبط حائط صد ثلاثي، وبتنشاط مباشرة في المرمى وتطلع ضربة مرمى. ضربة مرمى من كريم باقري. كريم اللي حصل يعني احيانا المسميات للعيبة المنتخب الايراني مثلا نعيم صدافي المدافع الايمن، لكن ده لما نشاهده بيطلع ناحية الجناح الايمن وبيرجع محمد خاكبور في مكانه. كريم باقري ايضا كان قلب دفاع، ولكنه الان بيميل ليكمل وسط المهاجم. خالد التماوي سريعة بيشيلها خاكبور، خالد التماوي بالراس، يوسف سريعة ناحية سامي، يلا يا سامي على الارض، برافو يا سامي، بيعديها وماشي سامي، يلا سامي عرضية، لسه كرة مع سامي وتطلع ضربة زاوية. ضربة زاوية وفي خطأ، ومهر دادا او مهر داد، سامي بيتألم لكن ان شاء الله يقوم بالسلامة. جمال غندور بيطمئن على سلامة اللاعبين، طبعا كل اللاعبين، لانه الحكم هنا بيأدي من زاوية مختلفة، لانه احيانا الزاوية دي اللي احنا بنشوف منها على زاوية مختلفة عن الزاوية تعودنا كمشاهدين نتابع فيها، فقد يبان انه الكرة في الملعب الاخر لكن هي الزاوية العكسية. اذا في خطأ لصالح المنتخب السعودي، وخطأ من مكان جيد جدا، والوقت الاصلي انتهى من دقيقتين، والخطأ هذا اذا استثمر انتهى الشوط. كرة عالية وطلعت من يوسف، كان استثمار جيد لانه الشوط تقريبا بوقته الاضافي او الوقت البدل الضائع شارف على الانتهاء. اهي طلع يوسف، ما كان مواجه المرمى ولعبها براسه بالجانب وطلعت ضربة مرمى. اذا ضربة مرمى والحكم بيضبط ساعته على اساس يصفر، وفعلا يطلق حكم المباراة سيداتي انساتي سادتي الحكم المصري جمال غندور، ليعلن نهاية الشوط الاول بتعادل الفريقين السعودي والايراني بدون اهداف. حتى القاكم مع بداية الشوط الثاني، علي داود يحييكم من مدينة زايد الرياضية في مدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وانقلكم الى الزملاء الاعزاء في استوديو التحليل في ARTE. نهائيات كأس الأمم الآسيوية 11 برعاية كل من كيوبريكس، شباب على طول، شركة الحسين التجارية، وكلاء ساعات لونجين، فيليب سريول سيكتور، مؤسسة علي السطري للتسويق، مجموعة العبد اللطيف للعطورات، دار ميدار سنام العالمية، الشركة الإسلامية العربية للتأمين إياك، شركة الأسواق الرياضية، جميع مستلزمات الرياضة وتخفيف الوزن. كيوبريكس، زيوت التشحيم التي طورتها الخبرات السعودية، مستخدمة قمة التكنولوجيا العالمية لمقاومة أقصى الظروف. زيوت تشحيم كيوبريكس صممت لتحسين أداء محرك سيارتك وإطالة عمره للحاضر وللمستقبل. كيوبريكس، تكنولوجيا عالمية، خبرات سعودية. زيوت تشحيم كيوبريكس تطيل عمر محرك سيارتك. مغامرة وتحدي، جرأة ومشقة غيرت مجرى التاريخ وألهمت المصمم العالمي فيليب شاريول ساعة تحمل توقيعه. تقديرا لمكتشف عظيم، تجسيدا لذوق رفيع، تبعث بك روح المغامرة. إنها مجموعة ساعات كريستوفر كولومبوس من فيليب شاريول. عزيزي السائق،
مآسي انقلاب السيارات لا تنتهي. الآن اعقل وتوكل مع جهاز سيفتي بلس الذي تمت تجربته علميا وتحت إشراف وزارة الداخلية. سيفتي بلس، معجزة التكنولوجيا الحديثة للسيارات بالفوائد المتعددة. الفرق واضح، فجهاز سيفتي بلس يمنع انقلاب السيارة عند البنشر أو انفجار الإطارات. سيفتي بلس، جهاز الأمان الذي أنقذ أرواح الملايين بإذن الله. الوكيل العام بالشرق الأوسط، مؤسسة علي الشاطري للتسويق. تدعو القلق يسيطر عليك مخافة ضياع أموالك وممتلكاتك. الشركة الإسلامية العربية للتأمين إياك تتحمل عن المؤمن كل ما يتعرض له من خسائر أو حوادث. فالشركة تقوم بعمل تأمين النقل البري والبحري على بضائعك وكذا التأمين على أجسام السفن. كما أن تأمينك ضد أخطار الحريق والسطو وإصابات العمل وحوادث السيارات يجنبك ويلات الخسائر ويعوضك عنها. إياك تعيد لك الوضع على ما هو عليه قبل وقوع الضرر لا قدر الله. إياك شركة إسلامية تعاونية لا تهدف إلى الربح. إياك أن تنسى إياك. الأسواق الرياضية إحدى كبريات الشركات الرياضية في المملكة، تتميز باحتوائها على منتجات أشهر وأكبر الشركات الرياضية في العالم. الأسواق الرياضية تشكيلة هائلة من أجهزة التمارين المنزلية والرشاقة وكامل المستلزمات الرياضية. الأسواق الرياضية، دع عنك عناء البحث وستجد ما تريد تحت سقف واحد. الطائف، الرياض، جدة، الدمام، الخضر، مكة. تعيش ضيفا محاطا برعاية دائمة، حيث لا ندخر جهدا في سبيل توفير كافة مستلزمات الراحة التامة والرفاهية الراقية. لهذا مع جلوريا تحظى دائما بما تستحق من اهتمام مقرون بضيف عزيز لمقام رفيق.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطل عليكم مجددا من استوديو البطولة الأسيوية. شوط خال من الأهداف هو الشوط الأول لمباراة السعودية وإيران، المباراة التي ستحدد من سيلاقي الإمارات في المباراة النهائية. ولكن هذا الشوط وإن خلا من الأهداف لكنه لم يخلو من الإثارة، إثارة كروية. وأعتقد أن كلمة التعادل هنا في هذه المباريات كلمة مرفوضة قولا وفعلا. بالتأكيد كابتن عبد الصالح الوحش، الشوط الأول من خلال متابعتنا أحداث المنتخب العربي السعودي لا شك أنه يخوض مواجهة صعبة جدا أمام الفريق الإيراني، اللي يعني شاهدناه تقريبا في آخر ربع ساعة بالذات شدد من ضغطه على مرمى الفريق السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحقيقة المباراة بصفة عامة قوية وفيها إثارة. نعم. لو كلمنا من الناحية الفنية العامة في الأول بنقول أن في سيطرة ميدانية نسبية لفريق إيران، وفي دفاع صلب من فريق السعودية، وهجمات مرتدة سريعة لكن يعني ما بتتصفش بالإيجابية اللي هي تسجل من خلالها. نعم. في زيادة عددية في التلت الوسطاني للاعبي إيران، وده ناتج من سبب واضح اللي هو مهاجم السعودية ما بيأدوش الواجب الدفاعي في الارتداد. ولاحظنا احنا كلنا رقم 14 محمد خربول بيتقدم ومعهوش حد، ده بيكمل يبقى 3 ورا في ايران و4 في النص و3 قدام. لو ما كملش محمد خربول بيكمل نعيم سدافي من ناحيه اليمين او مهر زياد من ناحيه الشمال. المفروض احد المهاجمين يا فهد المهلل يا سامي الجابر يرتد ويؤدي الواجب الدفاعي، حتى لو ما كانش قريب من الكوره بيكمل خالد مسعد اذا كان مواجه، وبيخش سامي الجابر او فهد المهلل في خط النص عشان يساهم، عشان ما يبقاش في زياده عدديه من لاعبي ايران ويسيطروا على الكره في النص. وفي نفس الوقت في حاجه واضحه، لاعبي ايران اسرع نسبيا في الكرات المشتركه. احنا يجب ما نديش كور مشتركه، يبقى باستمرار قبل ما التحم وتحرك تحركات فرديه قبل ما تجيلي الكوره اكون كاشف الملعب ومررها بميل، لان التمريرات العرضيه غالبا بتتقطع من بواسطه مدافعي ايران. نعم. مثلا يوسف السنيان لعيب كويس قوي ومصدر ازعاج، لكن ما بياخد الكوره بيتحرك فردي عده خطوات، المفروض يقرا الكوره قبل ما تجيله، واول ما تجيله يدي محمد الشاليه في الجناح الظهر الايمن يوم يفتح اللعب. لانه اذا لعبنا التمريرات الضيقه دي بالنسبه لفريق السعوديه انا شايف ان فريق ايران هيبقى مؤثر اكتر. يجب ان فريق السعوديه يستعمل كل اجزاء الملعب العرضيه وما يمشيش بالكره التحركات الفرديه، لان لاعبي ايران اسرع واقوى وبيلعبوا بضغط دفاعي قوي. انا شايف ان ايران تحركاتها ايجابيه وبيستعملوا جميع اجزاء الملعب، وكل التحركات تحركات تكتيكيه، ما فيش واحد بيتحرك ارتجالي، كل واحد بيتحرك عشان مساندة هجومية وانتشار جيد خلال تطبيق الواجب الهجومي وارتداد سريع لتكوين التركيز والتوازن والسيطرة الدفاعية. لازم فريق السعودية برضك يقبل بنفس العملية، تبقى سرعة في الانتشار ونستعمل كل أجزاء الملعب العرضية. نعم دكتور مدني، طبعا الوقت معنا بين الشوطين وقت قليل جدا، يعني ممكن لكن لاحظنا تحسن في المنتخب السعودي من ناحية الروح. نعم. يعني هناك روح معنوية مرتفعة أكثر عن المباراة السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الواضح أنه يعني اليوم أكثر يعني ثبات عند اللعيبة وأكثر يعني حماس وقوة، وأتمنى أنه التركيز عليها ويعني كل النقاط الفنية اللي تكلم الكابتن عبد الصاحب عنها أنها يعني تدرك من قبل المدرب، وأن اللعيبة يعني تبولها، وممكن يعني احنا وصلنا للمرمى بكذا كوره خطره. نعم. كنا المفروض يعني فرصه تسجيل احنا نسجل هدف اكثر ما جات الفرصه للتسجيل للمنتخب الايراني، المنتخب الايراني يمتاز بالقوه وبالسرعه، فالمفروض ما نعطي له، ونحن يعني احنا عندنا قوات قصيره بالنسبه لهم، ما نمرر زي ما بقول بكوره ولا نخلي الكوره في منطقه صعبه للمهاجمين ولا الخط وسطنا عشان ما نعطيهم فرصه انهم يسيطروا او ياخذوا الكور، وكل ما نطلع كوره بسرعه ترجع علينا، الارتدادات السريعه علينا معناها متعبه لدفاعنا. واتمنى انه طبعا الشوط الاول يكون اعلى حماسا وقوه وتركيزا، والتوفيق ان شاء الله للمنتخب السعودي.
ان شاء الله. عموما اعزائي المشاهدين، لا زال هناك شوط ثاني نتمنى ان يحالف التوفيق به المنتخب السعودي، ونتمنى ان نشاهد شوطا جميلا ومباراه تليق بالفعل بالدور قبل النهائي، هذا الدور المتقدم جدا من البطوله. عموما سننتقل بكم ان شاء الله بعد قليل ونعود الى زميلنا الاستاذ علي داوود معلق هذه المباراه ليتابع معكم احداث الشوط الثاني، ولكننا سنكون اولا مع هذا الفاصل الاعلاني. مع نهايه المباراه ان شاء الله لنا لقاء اخر. السوداني الطازج المحمص، الكراميل الطري، وطبقتين غنيتين من الشوكولاتة. الجوع في عالم غلوريا من نيسان تعيش ضيفا محاطا برعاية دائمة، حيث لا ندخر جهدا في سبيل توفير كافة مستلزمات الراحة التامة والرفاهية الراقية. لهذا مع غلوريا تحظى دائما بما تستحق من اهتمام مقرون بضيف عزيز ذي مقام رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي، آنساتي، سادتي، أيها العرب الأعزاء في وطننا العربي الكبير، أيها الأحبة في أنحاء القارة الأوروبية وفي أنحاء القارة الأمريكية والأسترالية، علي داود يحييكم مرة ثانية من استاد مدينة زايد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع أحداث الشوط الثاني للمباراة رقم 24 والتي تجمع المنتخب السعودي مع المنتخب الإيراني. تبديل الذي حدث كما شاهدتم من وجود أحمد جميل، وهو خروج محمد الخليوي مصابا، وأحمد جميل سيواصل الشوط الثاني إن شاء الله. بالتوفيق للمنتخب الوطني السعودي في الشوط الثاني وفي المباراة بشكل عام. إذا التشكيلة السعودية لم يحدث فيها غير تغيير واحد، أحمد جميل رقم 5 بدل الخليوي رقم 3، ومحمد الدعية في حراسة المرمى، في خط الظهر من اليمين لليسار حسين محمد شلية، أحمد جميل، عبد الله سليمان، حسين عبد الغني. هذا التبديل اللي حدث، طلع محمد الخليوي ونزل أحمد جميل، وكلهم خير وبركة وعينين في راس، وكما هو أحمد جميل أيضا الخليوي. إذا يبدأ الشوط الثاني. المنتخب الإيراني على يمين السادة المشاهدين بتشكيلة لا ألمح فيها التغيير عن الشوط الأول، والمنتخب السعودي على يسار السادة المشاهدين بالملابس البيضاء، وكرة سريعة وطويلة، أحمد جميل، أول كرة لأحمد، برافو يا أحمد، وتطلع سريعة وطويلة، خاكبور بالرأس، تطلع رمي التماس لصالح المنتخب السعودي. إذا في الدفاع السعودي حسين عبد الغني وعبد الله سليمان وأحمد الخليوي وأحمد جميل ومحمد شلية، في الوسط خميس العوران، خالد مسعد، يوسف الثنيان، وخالد التيماء، وفي المقدمة فهد المهلل وسامي الجابر. تصل الى علي رضا، علي رضا، لكن في خطأ لصالح المنتخب الايراني. المنتخب الايراني نعيمة تكيسة،
في حراس المرمى في الظهر فرشاد زادة وكريم باقري، محمد علي بيرواني ونعيم صدافي، وفي خط الوسط محمد خاكبور قائد الفريق، علي رضا، مهرداد وحميد رضا، وفي المقدمة علي دائي وخداداد عزيزي. علي دائي العبها للخلف الى نعيم صدافي، خاكبور، حميد رضا العبها سريعة وطويلة تطلع، ضربة زاوية لصالح المنتخب الايراني. اذا اول ضربة زاوية في الدقيقة الثانية مع بداية الشوط الثاني من المباراة. كل التمنيات كل الدعاء للمنتخب الوطني السعودي بالتوفيق في هذا اللقاء ليصل الى المباراة النهائية مع شقيقي المنتخب الاماراتي. ضربة الزاوية، نعيم صدافي وكرة عالية وبالرأس في المرمى، لكن برافو محمد الداية. محمد خاكبور بيلعبها بالرأس لكن تصل الى محمد الداية اللي بيتابعها. نعيم صدافي رفع ضربة الزاوية، تلقاها خاكبور بالرأس ومحمد الداية على طول. رمي التماس لصالح المنتخب السعودي، لقلنا بالملابس البيضاء الكاملة على يسار السادة المشاهدين، والمنتخب الايراني بالابيض والاخضر على يمين السادة المشاهدين. محمد شلية حيرمي التماس ورجل الخط رافع الراية، طبعا لانه في كرة ثانية داخل الملعب بتنشأ الكرة الثانية، لا يستنى في اللعب الا بكرة واحدة فقط داخل الملعب. اتماعه بالراس في اتجاه سامي بتنقطع، سريعة وطويلة، احمد بالراس الى فهد المهلل بالعرض لخالد مسعد، لكن بتنقطع من نعيم صدافي. نعيم الى خدى دادي عزيز، خدى لسه مع الكرة بحاول يعدي، بيعدي وفي خطأ، في خطأ لصالح خدى دادي عزيز رقم 11 على خميس ويران، وخميس عنده كرت اصفر، وخالد مسعد ايضا عنده كرت اصفر، وعلي دائي من ايران عنده كرت اصفر. محمد خاكبور وحيلعب الخطا من منتصف الملعب السعودي من الناحيه اليمنى باتجاه المرمى، وتتلعب طويله وتطلع من كريم باقري، هذا كريم رقم 4، ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي. إعادة مرة ثانية، كرة طويلة على راس كريم باقري، دخل كريم وشالها واتلعبت ضربة مرمى. هيلعب محمد داعية ضربة المرمى. الخليوي طبعا استبدل لأنه لا زال متأثر بالإصابة في مباراة العراق، وأصيب أيضا في مباراة الصين، واليوم كمل الشوط الأول وكان هو وعبد الله سليمان الواقع في قمة تألقهم ومنعوا مهاجمين إيران من الوصول للمرمى. سامي الجابر وضربة زاوية، سامي الجابر وتطلع ضربة زاوية من فرشاد زادة. إذا الشوط الثاني ضربة زاوية للمنتخب الإيراني وضربة زاوية للمنتخب السعودي. حسين عبد الغني هيلعب ضربة الزاوية، ضربة زاوية هيلعبها مباشرة في المرمى على القائم الأول ولا الثاني، هنشوف القائم الأول، وتنقطع ترجع ورا محمد شلية ويسدد من بعيد وتطلع ضربة مرمى. شاط محمد شلية كرة قوية، وزي ما قلنا الكور دي بتخط والحيار اللي ما يصيب يروش، يعني بيخلي الفريق المقابل يشعر بتفوق الفريق اللي بيشوط عليه. تغيير واحد حدث في المباراة في الشوط الأول بدون تغيير، الشوط الثاني استبدل محمد الخليوي قلب الدفاع السعودي رقم 3 بأحمد جميل اللي هو رقم 5 مع الكرة دي مع أحمد يوسف. كرة سريعة وطويلة وبرافو أحمد جميل، وبيبعدها على طول حسين عبد الغني بيشق الحائط الإعلاني وتطلع في كرة بلعب مرمى أصلا.
خدها دادي عزيز، محمد الخليوي ومحمد الداعية. كرة سريعة باتجاه سامي، يحاول سامي وفي خطأ لصالح سامي. الجابر على نعيم صدافي، هيتلعب الخطأ. الجو اليوم في مدينة ابو ظبي لطيف جدا، الحرارة حوالي 12 درجة الصغرى و25 الكبرى. بيتلعب الخطأ بالعرض، خميس عوران ويلعبها مقطوع، برافو داخل شلية وبلعبها حلوة التماوي وتطلع ضرب الزاوية. ضرب الزاوية الثانية بيدخل بسرعة مهر ذات ويطلعها ضرب الزاوية. اذا ضرب الزاوية في ضغط متوالي من الشوط الثاني، في ضربتين زاويه هنا وضربه هنا للمنتخب الايراني، خالد مسعد وضربه الزاويه وخالد كورته حلوه في كوره الزاويه الملفوفه وتعدي وتصطدم وتنشال بسرعه. خالد مسعد مره ثانيه داخل خالد وفي خطا، في خطا لصالح خالد مسعد على مهر ذات رقم 25 خطا لصالح المنتخب السعودي مما كان افضل كثير من ضربه الزاويه. اذا ابعد حائط الصد البشري الخطوات المطلوبه هيكون خالد مسعد في مواجهه جيده للمرمى وجنبه يوسف الثنيان وخالد التماوي، بيتركهم يوسف داخل عشان يشارك في الكور ان شاء الله المرتده او يكون مع احد المدافعين. خالد مسعد في اتجاه الحائط وتطلع ضربه زاويه، ثالث ضربه زاويه وخطا تقريبا او خطاين في الدقائق الماضيه اللي هي حوالي 7 دقائق 8 دقائق الان، دقيقة الثامنة من الشوط الثاني. خالد مسعد وضربة الزاوية، خالد مسعد، خالد احمد جميل راسه في المرمى، احمد جميل نط كثير احمد وتطلع ضربة مرمى. احمد جميل معروف احمد باقتناص الكور العالية امام مرمى الخصم، ومحمد خاكبور بيصفق، ما ادري مين لاحمد جميل، لا ما اظن، لكنه بيصفق. هذا خالد مسعد لعب كرة عالية حلوة على راس احمد جميل، وتتذكروا في مباراة الصين كان معظم ضربات الزاوية بتتلعب قصيرة ما بتشكل اي خطورة، اليوم كل ضربات الزاوية بتتلعب مباشرة في اتجاه المرمى. خالد مسعد بالراس، سامي، يوسف بتنقطع، حميد رضا سريعة وطويلة، أحمد جميل أسرع لكن بتنقطع مرة ثانية، نعيم صدفي اللي قلنا بيتقدم خلسة من أقصى الدفاع، وحسين عبد الغني عينه معاه، علي داي بيحاول يعدي، بيبعد عبد الله سليمان وكرة عرضية، طالع محمد الدعية بيبعد الدعية بالراس، برافو يا محمد، برافو يا محمد، ارجع بسرعة لأن الكرة هتتلعب، يرجع بسرعة لأن الكرة هتتلعب في كرة ثانية، وعينه على الكرة اللي بعدها لكن في كرة ثانية بترجع المرمى بسرعة. إذا في خطأ لصالح محمد الدعية. هنا في دفع، أهو في دفع من علي رضا. هيتلعب الخطأ محمد شلية سريعة وطويلة إلى كريم باغري إلى علي رضا، بيشيلها محمد شلية سريعة وطويلة. خاكبور بالراس. أحمد جميل. حلوة ليوسف الثنيان. يوسف على الارض سريعه في اتجاه المهلل لكن بتنقطع مره ثانيه مع الرضا وتطلع رمي التماس لصالح المنتخب السعودي. محمد شلية كل كرات التماس طبعا عرف عام بيلعبها المدافع الايمن من الناحيه اليمين والايسر من الناحيه الشمال الا اذا كان في لاعب اقرب للكوره. يوسف الثنيان وكره سريعه في اتجاه المهلل وخاكبور بالراس. حميد رضا. خالد مسعد بيخطفها، لعبة حلوة إلى خالد التماوي، التماوي بيرجع بيها مرة ثانية، بيحاول يدور زميل فاضي. خالد إلى شلية، مزنوقة شوية، شلية بلعبة سريعة وطويلة في اتجاه سامي، سامي ليوسف، يوسف للمهلل لكن بتنقطع. عبد الله سليمان يقطعها لكن طويلة إلى حميد رضا، حميد رضا يرجعها ورا لمحمد خاكبور، محمد خاكبور. خالد الفريق الإيراني. كرة سريعة بيقطع حسين عبد الغني
تصلح ليه؟ وداداني هيشوط المكان، لكن بمررها في خطوره في اتجاه المرمى بيشيلها احمد جميل. برافو يا احمد، برافو يا احمد. اقطاع خد الجماوي الى سامي الجابر. سامي هيعدي، سامي هيعدي، سامي داخل المرمى وبيلعبها ارضيه. يوسف سليمان، يوسف، يوسف، تطول على يوسف، تطول على يوسف. هجمه حلوه من سامي ليوسف لكن بتنقطع، وبتبدا هجمه من علي رضا سريعه وطويله نايم صدفي. ارضيه احمد جميل، برافو يا احمد. احمد جميل بيلعبها على طول، ارضيه ثانيه باتجاه علي دائي. علي دائي بالعرض ياخذها نادي وبتفصيل سهله الى الى الدعية. بدا الفريقين كل فريق يفكر بنسبه اعلى شويه في الهجوم وبينطلق بكثافه اكثر عن الشوط الاول. علي دائي، علي دائي، علي دائي هيشوط المرمى وبيشوط على طول في ايد محمد الدعية. علي دائي يبدا الشوط الاول باللصق على عينه، والشوط الثاني بيشيل اللصقه. هذه تمريره من علي رضا لعلي دائي، وعلي دائي بيشوط، محمد الدعية بيلتقطها على طول. رامي تماس لكن في خطا، الحكم بيقول في خطا لصالح مهر داج وفنجادة، وتوجيهات طبعا متفق عليها بينه وبين لعيبته. خطا لصالح المنتخب الايراني، و 12 دقيقة من شوط المباراة الثاني، التعادل قائم. يوسف، يوسف يمررها يوسف ولكن تنقطع مرة ثانية. كريم بغري حاول يعدي لكن حسين عبد الغني بيغطي. ماشي حسين، ماشي حسين معاه. حسين يلمها حسين وتطلع رميتها. رامي تماس هيلعبها حميد رضا، حميد بيلعبها ورا الى علي رضا بيشوط من مكانه وتصل الى محمد الدعية. محمد الدعية، محمد مايلي مدرب الفريق الايراني. ورامي تماس لصالح المنتخب السعودي. عادة مباريات الكؤوس او الادوار النهائية يعني اصبغ الحذر اكثر من الاندفاع. خالد، يوسف، خميس، حسين، عبد الغني، حسين الى يوسف. يوسف بيعدي لكن في خطأ وفي انذار، في خطأ وفي انذار على خطبور اللي بيعتذر ليوسف الثنيان وبيقول له اسف، لكن الحكم رايح له لانه اعاقه من الخلف واللاعب منطلق في اتجاه المرمى. اذا خاكبور بياخذ الانذار الرابع في هذه المباراه. بكده اثنين انذارين للمنتخب الايراني وانذارين للمنتخب السعودي. علي دائي وخاكبور انذار انذار، وخميس العوران انذار، وخالد مسعد انذار. هتلعب الخطا خالد مسعد، خالد مسعد، وهذا خاكبور اللي اخذ الانذار الرابع في المباراه، الثاني للفريق الايراني. خالد مسعد باتجاه المرمى حلوه وبتعدي، بتعدي وتطلع رميه تماس من عبد الله سليمان. طلع عبد الله سليمان لكن كوره سريعه، وهذا انذار محمد خاكبور. هتلعب التماس، هذه عادة للخطا اللي لعبه خالد مسعد، وطلع عبد الله سليمان لكن تعدي من عبد الله سليمان وتطلع. هيتلعب التماس مرة ثانية لصالح المنتخب السعودي. محمد شلية، يلا يا شباب، محمد شلية بيلعبها لسامي الجابر، سامي بالكعب للتيماوي، التيماوي بيعلي بنشال، حميد رضا، خالد التيماوي بتنقطع، ومهرداد، مهرداد ومعاه الشليه، خالد مسعد، عبد الله سليمان، يطلع عبد الله سليمان، تطلع رميه تماس لصالح المنتخب السعودي. عادة هذه المباريات لا تشهد اهداف كثير ولا تشهد اندفاعات مغامرة في اتجاه المرمى، يعني لا يكون ابدا فيها
الهجوم على حساب الدفاعات بقدر ما يكون الدفاع اكثر توازن من الهجوم. خالد مسعد بالراس، سامي الجابر بتطول من سامي بيحصلها، بيحاول لسه الكرة مع سامي لكن بتنقطع منه. خالد مسعد، سامي الجابر، وفي خطأ لصالح سامي الجابر، خطأ لصالح سامي الجابر. والحكم جمال غندور بيقول سيبوني انا اللي احكم، انا اللي افصل بين الاشتباكات دي، انا اللي افضها وانا اللي اقرر. عادة اللاعب ما يستحسن انه يتدخل عشان يعاتب او يلوم الخصم على ارتكاب خطأ طالما في حكم بيقوم بهذه المهمة. اتلعب الخطأ بسرعة. محمد شلية، كرة عالية وطويلة بالرأس، بالرأس حقيقة، كرة حلوة اتلعب بالرأس وتخبط في العارضة. كرة جميلة جميلة لكن تضرب في العارضة، تضرب في العارضة. اخطر فرصة حقيقية في هذا الشوط. هذا شلية رفعها عالية والمهلل بالراس، وكاد يفعلها المهلل، كاد يفعلها وان شاء الله حيفعلها. احمد جميل، وفي خطأ، في خطأ ايضا. هذه الكرة يعاد ليها، والتماوي ما كان طبعا متوقعها لكن اللاعب لازم يتوقع كل شيء. محمد شلية كرة عالية، طلع فهد بالراس وكانت في اتجاه المرمى، والتماوي كملها لكن ما حصل. يعني لو كانت وجه لوجه مع التماوي كان ممكن يعمل منها الهدف الاول. اتلعب الخطأ لصالح المنتخب السعودي، سريعة وطويلة علي رضا، كريم باغري، سريعة وطويلة احمد جميل، برافو يا احمد، احمد جميل لعب احمد، سريعة وطويلة ناحية سامي الجابر، بيجري عليها سامي، كرة سريعة جدا وتطلع رمية تماس، رمية تماس. رمية تماس للمنتخب الايراني. خالد مسعد، خاكبور سريعة، خميس العوران، خالد التماوي، وفي خطأ لصالح خالد التماوي. الفريق الايراني واضح انه بيعتمد على القوة الجسدية في الاحتكاك في الالتحام، والحكم جمال غندور بيوقف ساعته، والتماوي في الارض ان شاء الله يقوم بالسلامة. دي ضريبة طبعا كرة القدم، فيها اشياء كثير حلوة، فيها الشهرة، فيها المجد، فيها الاضواء، فيها الاهتمام الاجتماعي الاعلامي، فيها كل شيء، لكن اوحش ما فيها او اسوأ ما فيها هي اللحظات اللي بيتعرض فيها اللاعب للاصابة او يتعرض فيها للاعاقة. دي طبعا من اللحظات المؤلمة اللي ما نتمنى ان شاء الله يمر بها اي لاعب. بالعرض تلعب بسرعة الى محمد شلية، محمد شلية لفهد المهلل، فهد بالكعب حلوة لشلية، وشلية عرضية حلوة وبيلتقطها ببراعة نعيمة نفيسيا. بيرجع التيماوي بالسلامة، الحمد لله على السلامة. خالد، خالد من اللعيبة اللي لهم دور كبير في المنتخب ومن لعيبة النموذج في الواقع. عرضية تطلع رمية تماس. كل لعيبتنا الحقيقة لعيبة المنتخب السعودي وكل لعيبة العرب يعني عندما يتألقوا بيتألقوا أخلاقيا قبل فنيا، وده اللي بيخليهم يلتصقوا أكثر بالجماهير وبالناس، لأن الرياضة أخلاق قبل أن تكون فن ومهارة. كرة سريعة، خاكبور بالرأس وبتنشال من قدام يوسف، خميس العوران، وفي خطأ لصالح خميس العوران على خدادات، بتتلعب بسرعة إلى حسين عبد الغني، حسين عبد الغني، حسين عبد الغني بالعرض إلى خالد مسعد، خالد بالعرض ليوسف، تطول من يوسف داخل خالد التماوي، هجمة للمنتخب الإيراني. خالد مسعد ونعيم صدافي إلى كريم باقري، كريم إلى محمد خاكبور، خاكبور الى نعيم مرة ثانية، هيلعب كرة عرضية، علي داعي بالراس وببعدها، برافو محمد الدعية،
محمد الدعية ما ينساب ابدا علي داهي لوحده، ما ينساب ابدا لوحده. كان احمد محمد الخليوي وعبد الله السليمان عاملين عليه في الشوط الاول كماشه شديده وما لقى هذه الفرصه اطلاقا، لكن ما ينساب ابدا لاعب هداف زي علي داهي لوحده. اهي اعاده لوحده وطالع واتلعبت في الراس، لكن برافو محمد الدعية مره ثانيه. وخطبور يلعب كره ثانيه، كره ثانيه، الكور العرضيه العاليه. احنا في عندنا اثنين قلب دفاع طوال، احمد جميل وعندنا عبد الله سليمان، ولما بترجع في ضربات الزاويه بعض اللعيبه زي خالد مسعد ايضا طويل. المفروض الكور العرضيه دي نطلع فيها، لكن ما نترك فرصه لاي لاعب، ان هو لانه مجرد ارتدادها من راس اللاعب للمرمى فرصه التوقيت لها او متابعتها من حارس المرمى لن تكون حركته او سرعته اكثر من الكره. اذا في تغيير حيحصل، في تغيير حيحصل، ويبدو تغيير هجومي فعلا. عبد الله جمعان، عبد الله جمعان هينزل ليساعد في الهجوم، لانه فعلا افضل وسائل الدفاع كما هو متعرف عليه الهجوم. بدا الفريق الايراني يهجم، اذا لابد انه يرد عليه بهجوم مماثل عشان يصير في توازن. حسين عبد الغني، كره عاليه، علي داهي بالراس مره ثانيه، ومحمد الدعية. محمد الدعية والتغيير يبدو انه هجومي، قد يستبدل احد لاعبي المقدمه، يمكن سامي او مهلل، لانه البديل هو عبد الله جمعان. بيطلع فعلا سامي الجابر، بيطلع سامي الجابر اللي ما زال يعاني من اصابته اللي لحقت به في مباراة العراق، وحينزل بداله 25 عبد الله جمعان. إذن عبد الله جمعان الدوسري بدل سامي الجابر. عبد الله جمعان رقم 25 من المنتخب السعودي بدل سامي الجابر. عبد الله شفناه ايضا في مباراة العراق، قوة ضاربة، لاعب قوي، ومع الدفاع الايراني قد يكون عبد الله جمعان بديل مناسب جدا، لانه يملك القوة البدنية ويستطيع ان شاء الله ان يضغط بشكل اكثر. المهلل وعبد الله جمعان، وتوصل خطأ بتنقطع. علي رضا، علي رضا الى علي داهي بالكعب من الكيماوي، بتنقطع مرة ثانية. مهرداد، 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 ماشي مهرداد، لعبة سريعة، احمد جميل بيصدمها في علي داهي وتطلع. رمية تماس، رمية تماس، رمية تماس. 24 دقيقة، 25 دقيقة، 25 دقيقة، 25. التعادل قائم بدون اهداف بين المنتخب السعودي والمنتخب الايراني. علي داهي، علي داهي بيحاول يعدي، بتنقطع. محمد شلية سريعة وطويلة، يجد عليها كريم باقري، حصلها كريم في الدائرة، نقولها وراء إلى خاقبور، خاقبور لكريم، كريم لصدفي، صدفي إلى مهرداد عزيز، مهرداد بيحاول يعدي لكن في خطأ ولصالح مهرداد عزيز. مهرداد، إذا في تغييرين في المنتخب السعودي. خرج في الشوط الثاني متأثر بالإصابة محمد خليوي، لعب أحمد جميل، واستبدل سامي الجابر نفس الغرض في الشوط الثاني لعبد الله جمعان. عرضية، عرضية، تنشال، طبعا واضح الضغط انه على الكورة، وتنشال سريعة وطويلة لكن تصل إلى محمد الدعية. نتيجة احتكاك اللاعب مع لاعب والضغط على الكورة. برافو محمد الدعية بنفس الأخلاق الجميلة المعروفة عن كل لاعبتنا. 25 دقيقة، بيبعد محمد الدعية الكورة ويسمح لحكم المباراة انه يطمن على اللاعب الايراني حميد رضا رقم 9. بيقوم حميد رضا، والتماس الان لصالح المنتخب الايراني اللي ما شوف انه حيلعبوا للمنتخب السعودي. كرت للجميل فعلا، بيلعبها للمنتخب السعودي عشان تطلع لحسين عبد الغني. حسين عبد الغني الى احمد جميل، احمد جميل الى عبد الله جمعان، الى خالد مسعد، خالد لعبد الله جمعان، بيحاول عبد الله جمعان بس تتاخذ منه.
وفي خطأ لعبة خطرة لصالح المنتخب الإيراني. هذا عبد الله جمعان. محمد خفور حيلعب الخطأ. سريعة وعالية وطالع أحمد جميل بالراس وبيعدي كريم باغري. كريم باغري يعني لقى كرة أمام المرأة المرمى كانت مكشوفة فعلا، مكشوفة الكرة دي واضحة لكن ما استغلها. اهي عالية من عيداي وبيجلي فيها، بيجلي فيها وتطلع ضربة مرمى. كرة خطيرة فعلا، كرة خطيرة فعلا. كريم باغري. حسين عبد الغني تطول منه وتطلع رمية تماس. باقي حوالي 18 دقيقة من شوط المباراة الثاني. التعادل بلا اهداف لا يزال قائم، وهذه الجماهير السعودية اللي بتساند المنتخب السعودي. رمية تماس اخرى. كرة كريم باغري كانت كرة خطيرة فعلا. محمد مايلي. ماهر داد بالعرض الى علي رضا. علي رجعها الى فرشاد زادة. فرشاد الى محمد علي بيرواني. سريعة. حسين عبد الغني برافو يا حسين. الى خالد مسعد. خالد مسعد. عبدالله جمعان. عبدالله جمعان سريعة وطويلة ليوسف الثنيان. طويلة على يوسف. طويلة على يوسف. طويلة على يوسف الثنيان. بتلعب التماس من فرشاد زادة الى حارس مرمى نايمة تكيسة. نايمة عالية. قائد مسعد بالراس الخلف لكن حسين عبد الغني. حسين عبد الغني سريعة وحلوة لكن تطلع، يعني لا سريعة ولا حلوة لأن طلعت برا. في تغيير، حيطلع يوسف الثنيان الآن، حينزل بداله إبراهيم ماطر. حيطلع يوسف الثنيان وينزل إبراهيم ماطر. أحمد جميل برافو يا أحمد. تطلع رمي التماس لصالح المنتخب السعودي. إذن التغيير الثالث، يوسف الثنيان بيطلع وحينزل بداله إبراهيم ماطر وبيسلم من روح رياضية عالية. يوسف الثنيان إشارة الكابتنية إلى أحمد جميل. إبراهيم ماطر رقم 12. ابراهيم ماطر في محاولة لتدعيم كثافة الوسط. هذا ابراهيم ماطر رقم 12 وطالع الان يوسف الثنيان. كثر خيرك ابو يعقوب. يوسف قدم مباراة كبيرة جدا في الصين واليوم كان له تأثير واضح بحيث ان هو استطاع ان هو يخلي الرقابة اخف شوية على المهلل وعلى سامي، لكن الان استبدل سامي الجابر و استبدل يوسف الثنيان. اذا عبد الله جمعان وفهد المهلل حيكونوا رأسي الحربة، وابراهيم ماطر حيكون في مكان يوسف الثنيان وهو الوسط الممول اللي حيقدم الكرة للمهاجمين الاماميين. عبد الله جمعان كرة عرضية. عبد الله جمعان بتطلع رمي تماس، بيطلعها فرشاد زادة الى رمي تماس. هذا 25 مهرداد. لاعب التماس الى خالد التماوي. خالد التماوي للتماوي مرة ثانية. التماوي بيلعبها لكن تطلع ضربة مرمى. ضربة مرمى كان يتوقع انه يكمل مع محمد شلية. ضربة مرمى. باقي ربع ساعة نصف ساعة من شوط المباراة الثاني والتعادل قائم، وطبعا غير مسموح بالتعادلات في هذه المباريات. اذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون هناك وقت اضافي على شوطين، ولكن ينتهي اي شوط بمجرد تسجيل هدف من احد الفريقين. ونتمنى ان شاء الله ان يوفق المنتخب السعودي في الوصول للمباراة النهائية. خالد مسعد. ابراهيم ماطر. ابراهيم. محمد شلية. محمد شلية. ابراهيم ماطر. ابراهيم بحاول. وفي خطأ، وفي خطأ على مهرداد. على
ماهر زاد هيتلعب الخطأ. استقبل المنتخب السعودي تغييراته الثلاثة، احمد جميل، ابراهيم ماطر، وقبله عبدالله جمعان. المنتخب الايراني لم يبدل. محمد شليه في اتجاه المرمى، عالية وتطلع برا، تطلع برا. ضربة مرمى لصالح المنتخب الايراني. محمد شليه لعب كرة عالية وما حصل عبدالله جمعان وطلعت ضربة مرمى. هتتلعب ضربة المرمى. محمد علي في العرض الى فرشاد زادة رقم 18، الى محمد علي بيرواني مرة ثانية، الى نعيم صدافي. نعيم بيشوط، نعيم بتصطدم وتطلع بسرعة الى محمد الداعية. لو امسكها محمد كان ممكن تكون ضربة زاوية. عبد الله جمعان لكن بتنقطع منه. قاسبور سريعة وطويلة. عبد الله سليمان وعلي دائي مع التيماوي. مهرداد والتيماوي. مهرداد حيرفع من هنا ولا هيعدي؟ بيعدي. برافو التيماوي، داخل التيماوي. عبد الله سليمان، برافو عبد الله. عبد الله الى ابراهيم ماطر، بيعدي ابراهيم، بيعدي ابراهيم. تطول منه، تطول منه وتتاخذ وتطلع رمية ثمانية. تطول منه وتطلع رمية ثمانية. بيطلعها علي داي. بيرمي عشلية الى خالد التيماوي والحكم بيقول العب. هجمة مرتدة للمنتخب الايراني. علي رضا فيها خطورة وعلي داي في الناحية الثانية. هيحاول يعدي لكن عبد الله سليمان معاه. هيتزحلق عليه، برافو، وتطلع ضربة زاوية. تتزحلق عليه وتطلع ضربة زاوية. عبد الله سليمان بيقول لا، هو اللي طلعها لكن حكم قدر توجيهها 2000 او اتجاهها 2000 وضربة زاوية. ضربة زاوية لصالح المنتخب الايراني. باقي حوالي 12 دقيقة من شوط المباراة الثانية. هتلاعب ضربة زاوية قصيرة، تتلاعب الى مهرداد. مهرداد بيلعبها عرضية وعالية، بتنشال على طول. خاكبور حيشوط. خاكبور بيشوط لكن بتنشال على طول وتطلع رمية تمان. رمية تمان هذا خاكبور، ورمية تمان. مهرداد بيلعب التمان. مهرداد الى علي رضا. علي رضا ومعشلية، بتطلع رمية تمان. رمية تماس للمنتخب الايراني سريعة وطويلة وتطلع ضربة مرمى. ضربة مرمى وحميد رضا بيقول دفني، لكن ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي. هذه المباريات العبرة فيها بنتائجها وليس بمستوياتها الفنية. الفرق لا تقدم مستويات فنية على حساب النتائج والتأهل في مباريات من هذا النوع. ضربة رمي تماس لصالح المنتخب الايراني. مهرداد بتصطدم فشلية وتطلع رمي تماس لصالح المنتخب الايراني. هيلعب فرشاد زادة. فرشاد بيرمي التماس للامام. التيماوي بيخطف منه علي داي. علي داي ومع التيماوي. ابراهيم ماطر وكريم بغري. نعيم صدافي وتطلع رمي تماس من حسين عبد الغني. حسين عبد الغني كان بيتابع نعيم صدافي. محمد خاكبور حيرمي التماس، بتنقطع. جمعان سريعة الى المحلل، والمحلل بيحاول عادي تنقطع وبتعدي من ابراهيم ماطر، لكن ابراهيم لسه معاه مع علي رضا. كريم باقري تنقطع مرة ثانية، تصل الى خدها دادي عزيز وتتمرر الى علي داي بيحاول يعدي لكن عبد الله سليمان بيبعدها. عبد الله سليمان الى ضربة زاوية. واضح انه في ضغط الان الدقائق الخمس الماضية من الفريق الايراني بحكم ضربات الزاوية. ضربة زاوية لصالح المنتخب الايراني. هيلعبها حميد رضا.
بيد رضا في الارض تنشال تيماوي برافو ويبعدها. هنا بقى مسؤولية جديدة للمهاجمين انهم يلتقطوا الكرات اللي بتوصل بشكل سريع. فهد المهلل بيحاول يعدي فهد المهلل لكن بتتاخد منه وترجع للخلف. خالد مسعد، خالد مسعد يمررها احمد جميل، ما عنده لعب احمد جميل، تصل الى حماية جمعان، عبد الله جمعان، يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله، في عبد الله جمعان، هيحاول يعدي عبد الله جمعان لكن بتنخطف منه، ترجع له مرة ثانية، يرجع لحسين عبد الغني، حسين هيرفع في اتجاه المرمى، حلوة يا حسين، حلوة يا حسين، حلوة، كورة مباغتة وبعيدة، وحسين عبد الغني بيفكرني بعبد الجواد، طبعا هو من نفس النادي، الاثنين من النادي الاهلي، وكأنه في هناك مصنع لإعداد المدافعين في الناحية اليسرى بهذا القدر من القوة ومن التميز. حسين عبد الغني بيورينا صورة شابة لمحمد عبد الجواد الظهير العصري او الظهير الطائر اللي كان من احد اعمدة المنتخب السعودي فترة طويلة وحقق معاه الكاسين، كاس 84 وكاس 88. واليوم بنشوف حسين عبد الغني رغم انه هو مصاب لكنه بيأدي اداء عصري واداء متميز. تيماوي تنقطع من التيماوي، مهرداد تطول التيماوي، عبد الله سليمان، علي دائي بيشوط من مكانه وبيبعدها الى ضربة مرمى. ضربة مرمى وسبع دقائق ونصف متبقية من شوط المباراة الثاني، التعادل بدون اهداف قائم بين المنتخب السعودي والمنتخب الايراني. محمد دعية كرات قوية وطويلة، علي رضا بالراس، محمد شلية حلوة لإبراهيم لكن داخل خالد التيماوي ومعه الثلاثة، بيحاول يعدي بيعدي لكن بتتخطف منه، طبعا الكثرة بتغلب الشجاعة زي ما يقولوا. عبدالله سليمان بالرأس، عبدالله سليمان بالرأس بيبعدها من قدام علي دائي، علي دائي بيشرب موية وعبدالله سليمان بينفخ، الاثنين مع بعض من بداية المباراة تقريبا. عبد الله سليمان شبه مكلف بمتابعة علي دائي وهو لاعب يستحق المتابعة لأنه لاعب مهم وخطير. علي رضا، علي رضا ومحمد شلية، خالد مسعد وبتنشال، فهد المهلل ما تروح ما يحصلها، توصل إلى مهرداد، مهرداد، مهرداد سريعة، وأحمد جميل هيشيل على طول، أحمد جميل، احمد جميل بيشيل في الناحيه الثانيه، تطول ابراهيم ما حصل المهلل، ترجع الى محمد علي بيرواني، محمد علي بيرواني بيعيدها لحارس المرمى اللي هيلعبها على طول، بيلعبها على طول، خالد مسعد بالراس، تعالى احمد جميل بالراس وفيها خطوره، الكوره دي هيشوط من مكانه، بيشوط، بيشوط كوره خطيره، كريم باقري بيشوط كوره خطيره، بتلعب بسرعه احمد جميل، هذه كرة كريم باقري رقم أربعة بيشوط بقوة لكن تطلع برا. إبراهيم ماطر تطول ياخدها علي رضا رقم سبعة، علي رضا وإبراهيم ماطر يمررها سريعة توصل لعبد الله سليمان، عبد الله سليمان لأحمد جميل. خمس دقائق ونصف متبقية على شوط المباراة الثاني، التعادل القائم بين المنتخب السعودي والإيراني بدون أهداف في المباراة ما قبل النهائية لكأس آسيا 11. حسين، حسين، حسين بتنقطع من حسين، بيقطع كريم باقري وداخل مره ثانيه بتتاخد، ياخدها علي رضا وسريعه وطويله، احمد جميل على صدره، يلا يا احمد حط على الارض وجنبه محمد شليه، بيلعبها لمحمد شليه، محمد شليه بيجري له ياخدها هو بنفسه، ماشي بيها، ماشي بيها هتنقطع وتطلع رميه تماس، رميه تماس لصالح المنتخب الايراني. اذا هيحصل في تغيير، هيطلع رقم سبعه علي رضا من المنتخب الايراني وحيلعب رقم 20، رقم 20 بدل علي رضا، في تغيير، اول تغيير في الفريق الايراني، رقم 20 حمزة فلاحات، حمزة فلاحات رقم 20، رقم 20 اول تغيير، فلاحات، فلاحات وتطلع. اذا اول تغيير لصالح المنتخب الايراني الان، بيطلع علي رضا وبينزل رقم 20 فلاحات زاده.
الحكم طبعا بيطمئن على سلامة اللاعب خالد مسعد. هذه عادة الخطأ اللي ارتكبه حميد رضا، وخالد مسعد ان شاء الله يقوم بالسلامة. طبعا المنتخب السعودي استنفذ تغييراته الثلاثة، المنتخب الايراني لم يجري غير تغيير واحد. حسين عبد الغني وهجمة المنتخب الايراني، هجمة المنتخب الايراني وداخل على طول احمد جميل، احمد جميل ياخذها احمد، برافو يا احمد، لكن بتنقطع، بيشيل على طول خميس الاوران، خميس بينقلها الى عبد الله الجمعان، عبد الله الجمعان عرضيه في اتجاه التماوي، التماوي لخميس الاوران، خميس في اتجاه شليه بتنقطع، عبد الله سليمان، عبد الله سليمان رجعها ورا الى محمد الدعيه. ثلاث دقائق متبقيه على نهايه الشوط الثاني والمباراه في وقتها الاصلي، والتعادل قائم بين المنتخبين السعودي والايراني. خالد التماوي وتمريرة ما إلى أحد، نعيم صدفي، نعيم 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 كريم، مهرداد مهرداد وتصطدم في حميد وتطلع ضربة مرمى، كرة خطيرة اصطدمت على غير تخطيط بحميد رضا وتطلع ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي. من حسن الحظ انه لاعب صدمت في الكرة كان بعيد عن المرمى. محمد الدعية وكرة طويلة، عبد الله سليمان تطلع رمي التماس ما يحصل عليه داي، وتطلع رمي التماس. نلعب في دقيقتين الاخيرتين من الشوط الثاني الوقت الاصلي. ما في شك ان المباراة صعبة بالنسبة للفريقين، لان كل فريق عارف الفريق الثاني بشكل جيد، وكل فريق يملك عناصر تفوق وعناصر قوة، وكل مدرب احترم قدرة الفريق الاخر ووضع الخطة التي تليق باللاعب امام خصمه. عبد الله سليمان، برافو عبد الله، طويلة الى المهلل، بيلعبها او يستروكها محمد علي بيرواني، تطلع الى حارس مرمى نعيمة، يلعبها الى فرشاد زادة رقم 18، فرشاد بيلعبها الى رقم 20، نزل في الشوط الثاني فلاحات للخلف، ابراهيم عبد الله سليمان الى شليه، وتطلع رمي التماس لصالح المنتخب السعودي. اذا في نصف الدقيقة الاخير المتبقي من الشوط الثاني والوقت الاصلي، بيلعب شليه، ابراهيم ماطر، خالد شليه مرة ثانية، حيغير اللعب سريعا ناحية عبد الله جمعان، يلا يا عبد الله، عبد الله جمعان، عبد الله جمعان، وبيجري له حسين عبد الغني وبيشوط وكان يا ساتر على الكرة دي بيشوط، عبد الله جمعان كان ممكن اليوم يسجل اسمه في تاريخ كاس اسيا في الخمس ثواني الاخيرة من الشوط الثاني. شوف الكرة دي، شوف الكرة دي، شوف الكرة دي، دي ثانية او ثالث كرة في القائم الايراني في العارضة، وكانت هجمة خطيرة جدا جدا جدا. اهو شوفوا، هنشوف هذا اليوم مرة ثانية، لكن هنا في هجمة في الناحية الثانية، عبد الله سليمان فلاحات بيشوط وتطلع. انتهى اذا الوقت الاصلي للشوط الثاني، والحكم الان بيقدر الوقت بدل الضايع ليمنحه لعمر الشوط الثاني. وبعد هذا اذا استمر التعادل سيبدأ الوقت الاضافي الاول بعد حوالي يمكن استراحة 10 دقائق. هجمة المنتخب الايراني، علي داي بالعرض، خالد مسعد، احمد جميل بالعرض الى حسين عبد الغني،
حسين عبد الغني، كرة سريعة وطويلة إلى عبد الله جمعان، عبد الله جمعان بيلعب غلط تنقطع وتبدأ هجمة المنتخب الإيراني في الوقت بدل الضائع. أكبر بالعرض تطول وتطلع رمي التماس، رمي التماس بتتلعب بسرعة إلى خالد التماوي، التماوي سريعة وطويلة ناحية عبد الله بتنقطع مرة ثانية في هجمة المنتخب الإيراني. حميد رضا، حميد رضا قدامه خالد مسعد، تتلعب الى نعيم، نعيم ومع حسين عبد الغني، مع حسين عبد الغني، مع حسين، مع حسين، بيشيلها خالد مسعد لحسين، حسين بنقولها لكن بتنقطع مره ثانيه، وكره عرضيه، كره عرضيه فيها خطوره تنشاط وتنشال مره ثانيه، وبيضغط المنتخب الايراني ويشوطها على طول. مهرداد تصل الى محمد الداعي، مهرداد كرة سريعة وطويلة، محمد الداعية ناحية المهلل داخل بياخذها ابراهيم ماطر لكن بتتاخذ مرة ثانية وتبدا هجمة للمنتخب الايراني، هجمة مرتدة فيها خطورة، علي داعي بيجري في الناحية الثانية وبيجري مع عبد الله سليمان، برافو عبد الله سليمان، برافو عبد الله سليمان، وفي خطأ لصالح عبد الله سليمان على علي داعي. يسلموا على بعض، يسلموا على بعض، تلعب الكرة بسرعة، الحكم الان جمال الغندور بيطلق صافرته ويعلن نهاية الوقت الاصلي للمباراة بشوطيها بعد ان منح وقتا اضافيا مقداره دقيقتان للشوط الثاني. الان اصبح الامر في انتظار الشوط الاول الاضافي، وطبعا نعلم قاعدة الهدف الذهبي التي طبقت هنا لاول مرة في كاس اسيا في لقاء الامارات والعراق، واستطاع في عبد الرحمن محمد قلب الدفاع الاماراتي رقم 2 ان يسجل في الشوط الاول الاضافي الهدف الذهبي الاول في كاس اسيا، وتصعد الامارات لتلاقي الكويت اليوم، واستطاعت بلا اهداف ذهبية الامارات ان تتأهل للمباراة النهائية، بينما يحاول المنتخب السعودي اليوم ونتمنى من الله ان يوفق ليحصل على ورقة الترشيح الثانية ليكون اللقاء النهائي عربي خليجي 100%، ودي يمكن المرة الاولى في تاريخ كأس اسيا التي يبعد فيها او لا يصل فيها احد من شرق القارة. يعني شفنا المنتخب الكويتي تخصص في ابعاد المنتخب الاماراتي وهزم المنتخب الكوري، والمنتخب السعودي ابعد المنتخب الصيني، وبكده اصبح النهائي غرب اسيوي وبنسبه 75% عربي خليجي، بعد ان وصلت الامارات اصبح الان 50% عربي خليجي، وبوصول المنتخب السعودي ان شاء الله الذي نتمناه في هذا اللقاء يكون اللقاء خليجي عربي 100%. إذن على مدار كأس آسيا التي انطلقت بطولتها الأولى في هونغ كونغ سنة 56، وانطلقت البطولة الثانية في كوريا الجنوبية سنة 96، يعني 56 وبعدين الثانية 1960 أقيمت البطولة الثانية، وكانت كوريا هي الفائزة ايضا، الاولى ايضا كوريا. في البطولة الثالثة اللي انطلقت 1964، وفي البطولة الرابعة اللي اقيمت في ايران في 68 فازت بها ايران، وفي البطولة الخامسة التي اقيمت في تايلاند 72 فازت بها ايضا ايران، وفي البطولة السادسة اللي اقيمت في ايران 76 فازت بها ايران. ايران فازت بالكاس 3 مرات بينما المنتخب السعودي مرتين ووصل النهائي 3 مرات. في البطولة السابعة اللي اقيمت في الكويت 1980 فاز المنتخب الكويتي وكانت كوريا الجنوبية الوصيف. في البطولة الثامنة في سنغافورة 1984 وفي اول مشاركة للمنتخب السعودي حصل على بطولتها، ثم جاءت الصين ثانيا والكويت ثالثا. في البطولة التاسعة اللي في قطر 1988 المنتخب السعودي اولا والمنتخب الكوري الجنوبي ثانيا. في البطولة العاشرة اللي في اليابان 1992 فازت اليابان بهدف على المنتخب السعودي، وجاءت اليابان في المركز الاول والمنتخب السعودي في المركز الثاني.
بكده ومن خلال هذه القائمة يتضح أن الشرق والغرب في معظم الحالات كانوا يشتركوا في المباراة النهائية، ولكن حتى في دور الأربعة لم يصل أحد من شرق آسيا، وده في الواقع تأكيد جديد على الاهتمام الكبير اللي بتحظى به الهيئات الرياضية الخليجية بالتحديد، بدليل وصول ثلاثة منها إلى الدور ربع النهائي في مباريات كأس آسيا. كلنا كنا نعلم ونتابع وندرك أنه الكرة في الشرق أكثر احترافا أكثر دعما، لأنه الشركات اليابانية أو الكورية أو الصينية بتدعم بشكل واضح ومباشر، حتى في بعض الأندية تسمى بأسماء هذه الشركات، وبتبتعث البعوث الرياضية مثلا من اليابان إلى البرازيل لبناء جيل رياضي جديد ومدعم بالخبرة وبيكتسب الكثير. لكن نتائج كأس آسيا 11 تثبت أن التخطيط الغرب آسيوي أكثر دقة، بدليل أنه اليابان البطلة لم تصل إلى دور الأربعة، وأن كوريا التي يطلق عليها شمشون آسيا لم تصل هي الأخرى، وخرجت مهزومتان من الأدوار الثمانية. على أي حال، الفريق السعودي اليوم أحدث تغييرات الثلاثة قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، بينما أحدث التغيير الإيراني والفريق الإيراني تغيير واحد في الشوط الثاني باستبدال علي رضا رقم 7 برقم 20 من المنتخب الإيراني اللي هو فلاحات حمزة فلاحات رقم 20. بالمنتخب السعودي استبدل الخليوي اضطرارا للإصابة، وأحمد جميل حل محله، واستبدل يوسف الثنيان وحل مكانه إبراهيم ماطر، وقبل كده استبدل برضو سامي الجابر ولعب عبد الله جمعا. حكم اللقاء الموفق في الواقع الحكم المصري العربي جمال غندور، بيشير إلى قائدي الفريقين لإجراء قرعة جديدة. طبعا في الوقت الإضافي بتجرى قرعة جديدة وكأن المباراة تبدأ من جديد بين قائدي الفريقين، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب السعودي اللي بيقوده الآن الكابتن أحمد جميل بدلا من يوسف الثنيان. لا تستبعدوا مزيد من الحذر، مزيد من الاحتياط في الأشواط الإضافية التي تسبق التأهل إلى المباراة النهائية. محمد مايلي مدرب المنتخب الإيراني يلاقي الفريق السعودي اليوم في وضع تماما مختلف عن مباراة الدور الأول. إذن التشكيل السعودي الآن، على يمين السادة المشاهدين محمد الدعية في حراسة المرمى، حسين عبد الغني، و يبدأ الشوط الأول الإضافي. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين عبد الغني، عبد الله سليمان، أحمد جميل، ومحمد شليه في الدفاع، خميس العوران، خالد مسعد، وخالد التماوي، وإبراهيم ماطر في الوسط، وفي المقدمة فهد المهلل وعبد الله جمعان. عبد الله جمعان ومحمد خاكبور، بيشيلها محمد خاكبور إلى رمي التماس. إذن رمي التماس لصالح المنتخب السعودي، حيلعبها محمد شليه. المنتخب الإيراني كما هو من بداية المباراة، سوى تغيير علي رضا بحمزة فلاحات رقم 20. محمد شليا هيلعب التماس إلى التيماوي، التيماوي عرضية في اتجاه المرمى، وخاكبور بتنشال على طول وتطلع رمي التماس للمنتخب السعودي. التيماوي مرة ثانية بيتصل الى مهرداد، ومهرداد كرة سريعة وطويلة تطلع رامي التماس لصالح المنتخب السعودي. رامي التماس كان محظوظ نايمة ناكيسة في الكرة دي اللي ارتدت من محمد خاكبور، هيتلعب التماس من محمد شليا لصالح المنتخب السعودي. شليه للتماوي، التماوي لشليه مرة ثانية، بيعلي في اتجاه عبدالله جمعان، عبدالله جمعان، وبيجري حسين عبدالغني،
حسين عبد الغني بينطلق. حسين عبد الغني ومعه نعيم، تصل مرة ثانية إلى نعيم من خاخبور إلى نعيم إلى خاخبور مرة ثانية. خدا دادي، حميد رضا، نعيم صدافي، حميد رضا، حميد رضا سريعة وطويلة ناحية كريم باقري. كريم بنقولها إلى مهرداد، مهرداد 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 مهرداد، وعرضية وتنشال بالراس، وكريم كريم بيشوط وتطلع برا. هذا رقم 9 حميد رضا، رقم 9. طبعا قواعد الهدف الذهبي تنص على انتهاء المباراة فور تسجيل احد الفريقين لهدف. اتمنى سعود ان شاء الله. حميد رضا بمجرد تسجيل هدف في هذا الوقت بتنتهي المباراة. عبد الله جمعان بتنشال على طول من فرشاد زادة، عبد الله سليمان، حسين عبد الغني، حسين بدون غير ما ينظر بتنقطع، نعيم، نعيم صدافي الى حميد رضا، ابراهيم ماطر، عبد الله جمعان، عبد الله جمعان بتنقطع ولكن تطلع رامي التماس. رامي التماس لصالح المنتخب السعودي، هيلعبها حسين عبد الغني، حسين عبد الغني وفي لمسة يد، الحكم بيقول يلعب لانها كانت لصالح المنتخب السعودي. عبد الله جمعان ماشي، عبد الله في الوسط، التماوي هيلعبها في الناحية الشيلية، هيلعبها لمحمد شيلية ومعه فرشاد شيلية، هيلعبها باليسار في داخل المنطقة، عبد الله جمعان، عبد الله جمعان بالراس لكن بتنقطع وتبدا هجمة مرتدة للمنتخب الايراني. الاعتماد الان حيكون على الهجمات المرتدة اكثر لانه اي هجمة مرتدة تثمر تنهي كل شيء. حميد رضا، حميد رضا الى مهرداد، مهرداد بشوط وتطلع ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي. محمد كرة عالية وطويلة، كريم باغري اللي تراجع شوية الآن ليكثف منطقة الوسط مع حميد، نعيم صدافي عاد لموقعه الطبيعي كقلب كظهير ايمن ثابت، خميس العمران بنقولها خميس سريعة تنقطع كرة، عبد الله سليمان لابراهيم ماطر، ماشي ماشي ابراهيم، ماشي ابراهيم، ماشي ابراهيم بحاول يعدي، لسه كرة مع، لسه كرة مع ابراهيم تطول منه وتتخطف سريعة وطويلة، مهرداد، خالد مسعد، خالد التماوي، في تسلل في تسلل في تسلل في تسلل على فهد المهلل رجل الخط المالي دانتي رافع الراية، في تسلل اهو قبل ما تلعب الكرة كان في تسلل. هجم المنتخب الايراني وبيخطفها على طول شيلية لكن ترجع مرة ثانية إلى مهرداد، مهرداد عالية، عبد الله سليمان وفي خطأ على علي على رقم 9 حميد، حميد رضا خطأ. محمد الدعير ست دقائق من الشوط الإضافي الأول، التعادل قائم بدون اهداف. كرة سريعة وطويلة، احمد جميل بالراس، التماوي وفي خطأ لصالح المنتخب الايراني. هيتلعب الخطأ، هادي جمال غندور بيخوض مباراة كبيرة اليوم. كريم باغري يفكر يشوط من مكانه من وسط الملعب السعودي، بيشوط مسافة بعيدة وتطلع ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي، ضربة مرمى. الإشاط كان كريم باغري رقم 4 وليس رقم 14،
محمد خاقبور، ابراهيم ماطر، خالد التيماوي، حسين عبد الغني، حسين سريع وطويل ناحية عبد الله جمعان، ومع محمد خاقبور، خاقبور بيعلي ومع جمعان بيعلي، ابراهيم ماطر، وفي خطأ، وفي خطأ، في خطأ لصالح المنتخب السعودي من نفس الموقع اللي احتسب للامارات امام العراق، وسجل منه عبد الرحمن محمد الهدف الذهبي. من نفس الموقع تقريبا سجل عبد الرحمن محمد قلب دفاع الامارات الهدف الذهبي في اول هدف ذهبي لكأس اسيا. نشوف ان شاء الله هدف الذهبي الثاني الان للمنتخب السعودي. نايمة ناكيسا، عبد الله جمعان قدمه قوية، خالد مسعد، باقي حوالي 7 دقائق على الشوط الاول الاضافي. حائط صد ايراني من 7 لاعبين، احمد جميل، حائط تمويهي من المنتخب السعودي شيليا وخالد مسعد، عبد الله جمعان، يا عبد الله كانت جميلة وتطلع ضربة زاوية. حلوة يا عبد الله، حلوة يا عبد الله، كرة قوية جدا اهي، كرة قوية واصطدمت في الحائط وطلعت ضربة زاوية. كرة قوية فعلا، قدمه قوية عبد الله، ضربة زاوية لصالح المنتخب السعودي، وباقي حوالي 6 دقائق على نهاية الشوط الاضافي الاول. خالد التيماوي، خالد التيماوي، خالد التيماوي، وبتنشال حسين عبد الغني على صدره ولعبها سريعه لخالد التيماوي، التيماوي بحاول يعدي، خالد التيماوي داخل بيها وفي خطا، الحكم بيقول العب، الحكم بيقول العب، اعتبر انه خالد سقط لوحده. هجمه للمنتخب الايراني مرتده سريعه وطويله، حسين عبد الغني، برافو يا حسين، بيتابع كل الكرات، حسين عبد الغني، نعيم صدفي بيرمي الى محمد خاقبور، خاقبور عالية وطويلة بالراس، عبد الله سليمان، حلوة، ابراهيم، خالد مسعد، خالد مسعد استعجل فيها، توصل الى كريم باقري رقم 4، كريم الى نعيم صدفي، نعيم بيجري جنبه علي حميد ولعبها طويلة، يشيلها عبد الله سليمان، تتصلح مرة ثانية حيداي، تتصلح لحيداي اللي بيشوط، لكن تحت رقابة عبد الله سليمان وأحمد جميل، تصل سهلة إلى محمد الدعية. 5 دقائق متبقية على شوط المباراة الإضافي الأول، التعادل لا زال قائم منذ انطلاق هذه المباراة بين المنتخبين السعودي والإيراني، ودي هجمة مرتدة للمنتخب السعودي، التيماوي سريعة إلى عبد الله جمعان، عبد الله جمعان بيحاول يعدي، عبد الله جمعان بيحاول يعدي لكن بتنقطع وتبدا هجمه، نعيم صدافي، نعيم سريعه، نعيم سريعه، وبيجري عبد الله سليمان مع علي داي، عبد الله سليمان، عبد الله سليمان ترجع للخلف، وعبد الله سليمان مع علي داي باستمرار، محمد خاقبور حيعلي الكره دي، محمد يلعبها عرضيه داخل حسين عبد الغني، يا سلام عليك يا حسين، يا سلام عليك يا حسين، رمي التماس، رمي التماس لصالح المنتخب الايراني الى خاقبور، نعيم صدافي، عرضية وعالية وتنشال، ابراهيم ماطر لاعب غلط من خميس العويران، عرضية وعالية مرة ثانية بيشيلها عبد الله سليمان، حيشوط مهرداد، بيشوط وتطلع برا، بيشوط مهرداد سادة وتطلع برا، باقي حوالي 4 دقائق، مر 11 دقيقة من شوط المباراة الاضافي الاول، اي الشوط الثالث في المباراة، لكن عمره الزمني اقصر طبعا، ربع ساعة لكل شوط، وكما قلنا انه الهدف الذهبي قاعدة بتطبق لاول مرة في كاس اسيا في حالات الوقت الاضافي، اذا انتهى الوقت الاصلي. خالد التيماوي، خالد التيماوي، خالد، خالد مسعد، خالد مسعد سريع للتيماوي، التيماوي ماشي، خالد التيماوي وعرضية، ما في احد هناك، ما في احد هناك، بياخذها مهرداد، مهرداد بيبدأ بيها،
بتقدم بها مهرداد، يلعب كرة سريعة ناحية علي دائي، علي دائي خطير لوحده هناك، خطير ومع عبد الله سليمان، علي دائي وعبد الله سليمان، عرضية لمهرداد وتطول وتوصل إلى عبد محمد الدعية. محمد الدعية عبد الله سليمان قائم حتى الآن بدور كبير في الحد من خطورة علي دائي. تطلع رمي التماس لصالح المنتخب السعودي. رمي التماس لصالح المنتخب السعودي. محمد شليه يلعبها للخلف. شليه مره ثانيه بتنقطع من محمد شليه. مهرداد سريعه لدائي وعبد الله سليمان. عبد الله سليمان، عبد الله فارض سيطرته على علي دائي، بس علي دائي لاعب كبير وخطير، ما يكفي ابدا انه يكون في واحد بس بيراقب، لازم احمد جميل يقرب شويه من عبد الله سليمان زي ما كان خليو عامل. خطا لصالح رمي التماس لصالح المنتخب الايراني. بيتلعب الى علي دائي، عرضيه بيشيل احمد جميل. نعيم خميس مقطوعة من ابراهيم ماطر، سريعة وطويلة بالراس بيلعبها على طول عبد الله سليمان المتألق الواقع واللي بذل جهد كبير جدا من بداية المباراة حتى الآن، باقي دقيقة ونص على نهاية الشوط الإضافي الأول، في مراقبة ومتابعة علي دائي. عبد الله جمعان، يلا يا عبد الله لوحده، وصل ثلاثة أربعة مدافعين بتنقطع منه. حسين عبد الغني بينطلق، حسين عبد الغني ماشي، حسين عبد الغني ماشي، الكرة لسه بتطلع منه رمي التماس، تطلع رمي التماس. حسين عبد الغني يلعب مباراة كبيرة، حسين عبد الغني ورمي التماس لصالح المنتخب الإيراني. هيلعبها محمد خاكبور، خاكبور الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول. محمد علي بيرواني، محمد علي إلى حميد رضا، حميد إلى نعيم صطافي، عبد الله سليمان بيقطعها، التيماوي بيلعبها إلى حسين عبد الغني، حسين بيبعدها ناحية عبد الله جمعان، بتنقطع بالراس بتطلع رمي التماس. إذا رمي التماس لصالح المنتخب السعودي، النصف دقيقة الأخير من شوط المباراة الإضافي الأول، الشوط الثالث في المباراة رقم 24 في الدور قبل النهائي بين المنتخب السعودي. تمريرة حلوة بالكعب وماشي التيماوي، ماشي التيماوي، ماشي التيماوي هناك، شلية بيصلحها لشلية، بيصلحها للمهلل، المهلل، المهلل، عرضية بتصلح، شلية، شلية في المرمى، شلية في المرمى، وبتنشاط وبتطلع رميتها. ضغطة قوية جدا في الشوط الإضافي الأول. طبعا في حالة نهاية الشوط الأول الإضافي بيتم استبدال المواقع بسرعة بين الفريقين بدون راحة بين الشوط الإضافي الأول والشوط الإضافي الثاني. محمد شليا بيلعب رمية التماس طويلة داخل المنطقة، عبد الله جمعان بالراس وبيطلع حارس المرمى وبيستلم. نايمة حارس المرمى بيقول الحكم العب. هيصفر الحكم، فعلا بيصفر الحكم الدولي المصري جمال غندور، ويعلن نهايه الشوط الاضافي الاول والتعادل لا زال مسيطر على المباراه. الشوط الثاني الان اللعيبه هتغير، اذا هيكون على يمين الساده المشاهدين المنتخب الايراني، وعلى يسار الساده المشاهدين المنتخب السعودي. طبعا الحكم بيسمح بمية خفيفة كده على اساس انه، لكن بيقول يلا نرجع تاني، بيعيد. الان الفريق الايراني بيشرب ماء والفريق السعودي بيشربوا موية. طبعا اليوم درجة الحرارة معقولة لكن في رطوبة شوية، الرطوبة
الرطوبة هنا اليوم العظمى حوالي 90 والصغرى 30 في مدينة أبو ظبي. إذن سينطلق الشوط الإضافي الثاني الرابع للمباراة بصافرة جمال الغندور اللي بيعد وبتأكد من وجود 11 لاعب هنا و11 لاعب هنا. بينطلق الشوط الإضافي الثاني، الكرة مع الفريق الإيراني، نعيم صدافي، نعيم صدافي إلى علي داي، ترجع مرة ثانية خاكبور، محمد علي إلى حمزة فلاحات، حمزة رقم 20 اللاعب في الشوط الثاني، تغيير وحيد في المنتخب الإيراني حتى الآن. تتنقل إلى حميد رضا، حميد ينقلها إلى نعيم، نعيم بيعلي وطالع محمد الدعية وطالع، برافو يا محمد، طالع محمد الدعية وفي خطأ لصالحه، الحكم بيقول ما دام وصلت لك العب. الدعية كرة طويلة تطلع رمي التماس لكن في خطأ على خالد التماوي لصالح حمزة فلاحات، هات لعب الخطأ هيلعبوا فرشاد زادة الى محمد علي بيراني، محمد علي سريعة وطويلة، عبدالله سليمان بيخطفها خالد التماوي، خالد التماوي بيلعبها غلط مقطوعة الى حمزة مهرداد، الى مهرداد وعبدالله سليمان، برافو عبدالله، ابراهيم ماطر، ابراهيم ماطر تطلع رمي التماس، رمي التماس بتلعب، بتلعب رمي التماس بسرعة الى مهرداد، مهرداد عرضية محمد الدعية، برافو يا محمد، برافو يا محمد، كورة حلوة وجميلة وده وقت اللي اللعيبة فيه لازم تتحرك لانه الوقت المتبقي ليس بكثير. حسين عبد الغني سريعة طويلة للجمعان، الجمعان لحسين لكن تطول وتطلع بيغطيها قبل ما تطلع ضرب الزاوية، تطلع لصالح المنتخب السعودي. حسين عبد الغني حيرمي التماس طويلة زي ما تكون ضرب الزاوية، حسين عبد الغني رمي التماس طويلة بالراس بتنقطع، بيشيلها على طول حميد رضا ناحية علي دائي، علي دائي ومع عبد الله سليمان بيقطعها حسين عبد الغني. سلام حسين لاعب امان ولاعب رائع 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 بما تعنيه الكلمة، يمكن ابرز مدافع في هذه الدورة انا اعتبره حسين عبد الغني. محمد خاقبور للخلف الى محمد علي بيرواني، نايم صدافي للخلف، خالد مسعد الى نايم صدافي مرة ثانية، خالد مسعد ترجع الى الخلف لمحمد خاقبور، محمد خاقبور الى محمد علي بيرواني، محمد علي سريعة وطويلة، احمد جميل بالراس الى التماوي، التماوي بنقولها حلوة الى ابراهيم ماطر، ابراهيم ماطر بيجري مع خالد مسعد وماشي ابراهيم ماطر، ماشي ابراهيم ماطر بيمررها الفهد المهلل، فهد المهلل، فهد المهلل لعبدالله جمعان، تطول على عبدالله جمعان ويرجعها مرة ثانية، كرة معه ارضية بتنشال مرة ثانية وتطلع، تطلع ضربة مرمى، ضربة مرمى. رمي التماس لصالح المنتخب السعودي، رمي التماس هيلعبها حسين عبد الغني، حسين عبد الغني ورمية التماس، حسين بيلعبها مباشرة في الارض بتطلع لحسين مرة ثانية وفي خطأ، في خطأ لصالح حسين عبد الغني، حسين عبد الغني بيتألم وحكم المباراة الغندور جمال الغندور بيقول له العب انا شايف وانا اللي هقرر،
بهدوء شديد الحقيقة. الغندور اليوم بيحكم هذا اللقاء. هيتلعب الخطأ لصالح المنتخب السعودي، 5 دقائق من الشوط الإضافي الثاني. التعادل بدون أهداف لا زال قائم. خالد مسعد هيلعب الكرة النصف قوسية في اتجاه المرمى ولعبها عالية و بتنشال في فرصتين ثلاثة كانت في المنتخب السعودي. الآن بالراس وتنقطع. خالد التيماوي بيلعبها سريعة وطويلة تنقطع. هجمة المنتخب الإيراني الآن. علي داهي يمررها إلى مهرداد وداخل معه محمد أحمد جميل بيشيلها. تنشال بسرعة إبراهيم ماطر. حلوة إبراهيم إلى خالد التيماوي على الأرض. خالد التيماوي بنقلها عبد الله لخالد مسعد وماشي بيجري له بياخذها ابراهيم مره ثانيه ويمررها ناحيه فهد المهلل والحكم بيستمع الى راي مراقب الخط. في تغيير اخر، حيطلع رقم 11 وينزل رقم 12 من الفريق الايراني. اذا حيطلع خدادان عزيزي وحينزل بداله رقم 12 من المنتخب الايراني. مهدي مهدافي رقم 11 برقم 12 بدل رقم 11. اذا رقم 12 مهدي اهو مهدافي، وحيطلع 11 اللي هو خداداد عزيزي. مهدي مهدافي. التغيير الثاني للمنتخب الايراني بعد علي رضا نزل حمزة فلاحات رقم 20 وبيطلع خداداد عزيزي رقم 11 وبينزل بداله مهدي مهدافي. وفي اصابه يبدو احد اللاعبين الايرانيين ساقط العرض. اذا المنتخب الايراني غير تغييرين والمنتخب السعودي 3 تغييرات. احمد جميل و فينغادا المدرب بيرجع. فرشاد زاده اللي كان مصاب، فرشاد زاده بيرجع والخطا حيتلعب. التسلل كره سريعه وطويله. عبد الله سليمان وشليه محمد شليه لعبه الخطأ. اللاعب البديل مهدي مهدافي. ابراهيم ماطر التماوي سريعة وطويلة ناحية فهد المهلل لكن بتنخطف وترجع مرة ثانية خالد مسعد. خالد مسعد طويلة وسريعة ناحية خالد التماوي. خالد التماوي بحاول يعدي، بيعدي التماوي لكن بيطلعها منه على طول فرشاد زادة إلى رمية هذا رقم 5 محمد علي بيرواني، بيطلعها إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية وباقي حوالي 7 دقائق من شوط المباراة الإضافي الثاني، الشوط الرابع في المباراة. طبعا في حالة انتهاء هذا الشوط أيضا بدون أهداف، طبعا بدون هدف الذهبي اللي قد يسجل واحد الفريقين، واتمنى يكون الفريق السعودي إن شاء الله، بيلتجأ إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز من منطقة الجزاء. خالد مسعد وفرص. يا كورة حلوة بيتألق فيها نعيمة نكيسة وبتطلع ضربة زاوية. اهي خالد مسعد لعبها وطلع عبد الله جمعان، كورة قوية فعلا وبيطير فيها ببراعة كبيرة نعيمة وتطلع الى ضربة زاوية اخرى. احمد جميل وعبد الله جمعان كانوا في انتظار الكورة دي، وكور خالد مسعد الطويلة المباشرة دائما بتشكل خطورة. نعيمة وخالد مسعد هيلعب ضربة الزاوية الآن وباقي حوالي 5 دقائق بالعرض وتصطدم ترجع مرة ثانية إلى تطول من محمد شلية. كانت هجمة مرتدة ثانية لكن بتطلع رمي التماس لصالح المنتخب الإيراني. 5 دقائق متبقية. الفريقين الواقع كل واحد زي ما قلت من البداية بيقدر قوة الفريق الآخر، والحذر لم يتخلى عنه أحدهما أو كلاهما الآن، بينما بتزداد نسبته كلما اقترب الشوط الإضافي
من نهايته، لانه لا يزال التفكير انه كل فريق عنده 5 ركلات اخرى ترجيحية او اكثر في حالة انتهاء المباراة بالتعادل بعد الشوطين الاضافيين، فيما ان الهدف الذهبي ينهي كل ما هو منتظر، يعني الهدف الذهبي خلاص نهاية المباراة، فكل فريق خايف انه يسجل في هذا الهدف ويكون في مصلحة الفريق الثاني. ابراهيم ماطر بتنط منه لكن بتنقطع على طول، بيقطعها مهرداد، خالد مسعد بالراس، خالد مسعد ناحية ابراهيم ماطر بتنقطع مرة ثانية داخل خالد مسعد، تطول من خالد مسعد ومهرداد ومع خالد مسعد، وفي خطأ على خالد مسعد، في خطأ على خالد مسعد، خالد مسعد بيعتذر وان شاء الله يقوم اللعيبة كلهم بالسلامة. والحقيقة انا احيي اليوم الروح الكبيرة اللي بيخوض بها اللقاء الحكم المصري العربي جمال غندور، مبتسم رغم انه معظم اللعيبة مكشرين، هادي رغم انه معظم اللعيبة منفعلين، لكنه حكم بمعنى الكلمة. مهرداد وفصل بسرعة من مهدي ميدازي اللي لعبها براسه الى محمد الدعية. 4 دقائق متبقي، بدأ الحارس الايراني الان الاحتياط يبدو لي يسخن. هجمة مرتدة للمنتخب الايراني وبيشوط كرة طويلة ومحمد الدعية بيلتقطها. نعيم صدافي، كرة سريعة من محمد الدعية، طويلة لما خالد مسعد، لعب بالعرض لخميس العوران، خميس في اتجاه حسين عبد الغني، يلعبها لحسين عبد الغني، حسين بيحاول يعدي بها، بيعدي لكن في تغطية وتطلع رمي التماس لصالح المنتخب الايراني. هيلعب نعيم صدافي، اذا في تغيير، حيطلع الان رقم 22 الحارس الايراني وحينزل بداله رقم 1 في المنتخب الايراني، ورقم 1 في المنتخب الايراني احمد عبد العزيز، احمد عبد العزيز. اذا المنتخب الايراني كده سلم بان المباراه ستنتهي في الوقت الاضافي الرابع او الثاني بالتعادل، وحارس مرماهم رقم 1 احمد عبد العزيز، احمد عبد العزيز متخصص يبدو في ضربات الجزاء زي ما بيحصل في بعض الانديه، بنشوف عادة المنتخب السيد حسين السيد ومادر السيد المنتخب المصري لما بيكون في ركلات ترجيح، يعني في لاعب بيكون اكثر حساسية من الحارس، اكثر من حارس، بينما حارس بيكون اكثر يقظة في المباراة بشكل عام. اذا الاستبدال الثالث كان بيخبيه محمد مايلي الى حارس المرمى اللي هو احمد عبد العزيز. احمد عبد العزيز باقي دقيقة وحوالي 40 ثانية على الوقت الاضافي الثاني، وقد تشهد هذه المباراة اولى ضربات الترجيح. احمد عبد العزيز 30 سنة، واضح انه لاعب خبرة، نعيمة كان سنه اصغر اظن 26 سنة، واضح الفريق الايراني موافق على نهاية الشوط الرابع الثاني الاضافي الرابع في المباراة بهذه النتيجة، لكن ليس هناك امان في كرة القدم، كرة القدم لا تعترف بما يعني ما المشهد الذي امامك، لانه قد يكون دائما كل فريق بيفكر بطريقة مختلفة عن المعلق مثلا او عن الفريق الاخر. رمي التماس لصالح المنتخب الايراني، والدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الاضافي، الوقت عفوا الاضافي الثاني، في خطأ في رمية التماس، في خطأ في رمية التماس لصالح المنتخب السعودي، هيتلعب التماس لصالح المنتخب السعودي، حسين عبد الغني بيلعبها للخلف الى محمد الدعية. الثواني 40 الاخيرة في الشوط الاضافي الثاني، الشوط الرابع في المباراة، التعادل بدون اهداف، وده اول تعادل بدون اهداف في الدورة كلها في المباريات 23 الماضية، لم ينتهي تعادل سلبي، تعادلات اكثرها ايجابية.
10 ثواني على نهاية الشوط الإضافي الثاني. سنجادة بدأ طبعا يحضر أوراقه لاختيار الخمسة اللي يبدأوا. الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني أيضا انتهى. انتهى الآن سيداتي آنساتي سادتي، وينتظر الوقت بدل الضائع. عبد الله سليمان وهجمة بتنشاط في المرمى، وكرة خطيرة خطيرة من رقم 20 حمزة فلاحات، ولو فلح حمزة فلاحات في الكرة دي كان هتكون نهاية المباراة. احمد جميل كرة سريعة وطويلة، وبيطلق سيداتي انساتي سادتي حكم المباراة الدولي المصري جمال الغندور طافرته ليعلن نهاية المباراة باشواطها الاربعة، الاصل الاول والاصل الثاني والاضافي الاول والاضافي الثاني، بدون ان يتم احراز اي هدف. وكما ذكرت من البداية وكما تعلمون فالفريقين يملكون من نقاط القوة ومن نقاط التركيز ما يساعد على تقديم مباراة متكافئة. الان اصبح ضربات الترجيح، الاحتكام الى ضربات الترجيح التي تبدأ بخمس ضربات، هو الفيصل لتحديد صاحب المركز او صاحب البطاقة الثانية التي سيقابل منتخب الامارات. منتخب الامارات كما تعلمون تأهل الان بتعطى راحة بسيطة بينما يبدأ المدربون في تجميع الاوراق واختيار خمسة لاعبين يبدأون في ضربات الترجيح، ويبدأ الحكم باختيار المرمى الذي سيلعب عليه. المنتخب الايراني عمل تغييره الاخير بحارس المرمى رقم واحد احمد عبد العزيز اللي الان بيسخن في الملعب، وبينما الفريق السعودي بيتم اختيار خمسة لاعبة منه، والايراني بيتم خمسة لاعبين منه. على اي حال قد يكون طبعا وده وارد انه المدربين عادة بيختاروا الخمسة لاعبين قبل بدء المباراة احتمالا لتوقع الوصول الى هذه النقطة، ولكن ظروف المباراة في بعض الاحيان كان ممكن يكون في لاعب مثلا يوسف فنيال لو كان موجود كان احد الخمسة اللي حيشوتوا، سامي الجابر لو موجود كان احد الخمسة اللي حيشوتوا، لكن الاختيار الان بيتم من ال 11 لاعب المتواجدين في الملعب، هم نفسهم ال 11 لاعب بيلعبوا ضربات الترجيح، بيبدأوا بخمسة ثم تتوالى ضربات الترجيح حتى لو وصلت الى حارس المرمى ضربة رقم 11 بيعود اللاعب اللي لعب الضربة الاولى ويسدد من جديد، ولكن لابد ان يكونوا الخمسة او ال 11 لاعب من اللي انتهت الصفرة بهم. الان خمس ضربات الاولى حنشوف مين تم اختياره من قبل الفريقين. طبعا في سنغافورة 84 انتهى زي كده الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل، بس كان ايجابي 1-1، واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح لتحديد الفائز في المباراة، وفاز يوميها المنتخب السعودي وان شاء الله يفوز اليوم. خمسة سجل خمس ركلات، كلنا نتذكر الركلة الاخيرة لفهد المصيبيح اللي سجل بها التفوق ونقل المنتخب السعودي الى الدور النهائي امام الصين. اذا الان سيتم اختيار خمسة لاعبين من هنا، واضح الفريق السعودي متماسكين وقلوبهم مع اللعيبة الخمسة اللي تم اختيارهم في البداية، وحنتابع من خلال الضربات حنشوف مين الخمسة اللي حنفذوا الضربات من كل فريق. اول مباراة تنتهي بالتعادل رغم تمديد الوقت الى شوطين. احمد عبد العزيز الحارس الايراني الجديد اللي بيلعب في اخر الشوط الاضافي الثاني ليكون هو حارس المرمى الايراني. اذكر انه نفس التكتيك هذا استخدم في 84 سنغافورة عندما استبدل الحارس الاصلي المباراة ولعب الحارس الذي يبدو كان شقيق محمد علي بيرواني، ولم يتمكن من صد اي ضربة، بينما اخفق محمد علي بيرواني نفسه في تسديد احد الضربات اللي صدها عبد الله الدعية شقيق الحارس الحالي المنتخب السعودي محمد الدعية. حتجرى قراءة لمعرفة من سيبدأ بالتسديد او من اللي يكسب القراءة سيختار هل يسدد او ينتظر.
الفريق الايراني هو اللي كسب القرعه. قال له انت اختار الجول ده، قال له يعني انت تشوط ولا هم يشوطوا، فطلب ان هم يشوطوا الاول. اذا محمد الداعيه حيكون في المرمى وبالتوفيق محمد، وايران ستسدد الضربه الترجيحيه الاولى. دعاء بالتوفيق لمحمد الداعيه ورفاقه في هذا اللقاء الذي نتمنى ان ينتهي لمصلحه المنتخب السعودي، ليكون هناك اللقاء المرتقب بين المنتخب او مع المنتخب الاماراتي في المباراه النهائيه تصبح عربيه خليجيه 100%. اذا محمد الداعيه ويبدو كريم باقري سيسدد، هو يتقدم الان او نتاكد من رقمه علي داعي. اذا ايران الضربه الاولى علي داعي ومحمد الداعية في المرمى. علي داعي حيسدد الضربة الأولى، وعادة المدربين بيختاروا أبرز لاعبتهم ليبدأوا بهم، وبيحتفظ بلاعب بارز آخر في الضربة الأخيرة في حالة أنه يكون في داعي لها. محمد الداعية وعلي داعي، محمد الداعية وعلي داعي، علي داعي ومحمد الداعية، هيشوط علي داعي ويطلع الله. علي داعي الهداف الايراني اللي كان المنتخب الايراني بيحرز بيضع عليه امال كبيره في ان يسجل في الوقت الاصلي، لم يسجل وقدموه لضربه الجزاء الاولى ولكن اهدفها. اذا الان الضربه الاولى للمنتخب الايراني بيهدرها علي داعي اللي سجل 7 اهداف في هذه الدوره، وكان هو هداف الدوره، وهو نفسه مستغرب، هو نفسه مستغرب، ولكن سيحصل في احسن المنتخبات. داعية هو اللي كان في المرمى وعلي داعي برا. اذا الضربة الاولى لم تسجل للمنتخب الايراني. الان خالد التيماوي، خالد التيماوي طبعا المنتخب السعودي بالتغييرات فقد 2 من العناصر المهمة في ضربات الترجيح، يوسف التنيان وسامي الجابر، لكن ان شاء الله دول فيهم البركة. احمد عيد بيدعي والكل بيدعي. خالد التيماوي الضربة الاولى من 5. خالد التيماوي ايضا صاحب قدم حساسة ويجيد وضع الضربات الجزاء. خالد، خالد واحمد عبد العزيز، خالد 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 خالد، وبيصدها حارس المرمى، بيصدها حارس المرمى رغم ان التيماوي لعبها كويس، لكن بيصدها احمد عبد العزيز. اذا الضربة الاولى لم يسجل فيها، الركلة الترجيحية الاولى لم يسجل فيها لا علي داعي ولا خالد التيماوي. كرة خالد التيماوي كانت على الاقل في المرمى لكن صدها حارس المرمى، وهذا الانطباع الطرخة من خالد التيماوي زي ما كان في استغراب ايضا من علي داعي. اذا الضربة الاولى لم تسجل لاحد من الفريقين. الضربة الثانية للمنتخب الايراني، الثانية وبتتسجل، بتتسجل الكرة الثانية للمنتخب الايراني. اذا في هدف الان للمنتخب الايراني من الركلة الثانية. محمد علي بيرواني، محمد علي بيرواني قلب الدفاع بيسجل الضربة الثانية للمنتخب الايراني. هذا محمد علي وبيسددها محمد علي بيرواني. حسين عبد الغني، حسين عبد الغني واحمد عبد العزيز، احمد صد الضربة الاولى وحسين عبد الغني. توفيق حسين، حسين عبد الغني، حسين عبد الغني، حسين عبد الغني. اذا الضربة الثانية بيسجلها محمد علي بيرواني لايران وحسين عبد الغني للمنتخب السعودي. 1-1، 1-1. نشوف الضربة الثالثة الترجيحية الثالثة. هذا حسين عبد الغني بيحط كورته على يسار حارس المرمى، واضح انه احمد عبد العزيز متفوق في الناحية اليمنى لانه صد كورة خطيرة للتيماوي، صد كورة خطيرة للتيماوي.
الكرة كانت ملعوبة بشكل جيد، لكن واضح انه هو قوي في الناحية اليوم. رقم 20 من منتخب الايراني حمزة فلاحات. حمزة فلاحات والضربة الثالثة الترجيحية. حمزة فلاحات ومحمد الدعية. محمد الدعية بيصد الضربة دي، بيصد الضربة الثالثة. يلا يا اولاد، الكرة سجلت من ناحية المنتخب السعودي، هتدي دفعة وانطلاقة. برافو يا محمد، برافو يا محمد، من غير ما نغير ومن غير ما نجيب حارس اساسي للضربات الترجيح. محمد الدعية ينفع لكله، للوقت الاصلي ولركلات الترجيح. محمد الدعية بيصد الكرة الثالثة بعد ما ضاع علي داعي الكرة الاولى وسجل محمد علي بيرواني الكرة الثانية. اذا الان الضربة الثالثة تفرق كتير لو ان شاء الله سجلت الكرة دي. عبد الله سليمان من المنتخب السعودي اللي اليوم قدم مباراة كبيرة. عبد الله سليمان قدمه قوية، وارجو نلعب على يسار الحارس المرمى. عبد الله سليمان وبيسجل. عبد الله سليمان بيسجل 2-1 بعد الضربة الثالثة. علي داعي بيضيع ضربة جزاء وحمزة فلاحات بيصدها منه محمد الدعية، بينما سجل حسين عبد الغني وعبد الله سليمان ضربتين من ثلاثة. اذا الان المنتخب السعودي متقدم بهدفين من ركلات الترجيح وهدف لايران. الكرة الرابعة للمنتخب الايراني والمنتخبين بشكل عام. ركلة الترجيح الرابعة للمنتخب الايراني. محمد الدعية وبتتسجل الضربة. حميد رضا رقم 9 بيسجل الضربة الثالثة الرابعة. اذا ايران اضاعت 2 وسجلت 2. المنتخب السعودي اضاع واحدة من خالد التيماوي وسجل حسين عبد الغني وعبد الله سليمان خالد مسعد. الان الضربة الرابعة او ركلة الترجيح الرابعة خالد مسعد توفيق يا خالد مسعد. الان 2-2 لكن باقي ركلة للمنتخب السعودي من الرابعة. خالد مسعد و بيطلع كل اللي فيه في الكرة دي ان شاء الله. خالد مسعد وبيصد للمرة الثانية حارس المرمى، واضح ان هو متفوق في الناحية اليمنى. اذا خالد مسعد ما متوفق في التسجيل ويصبح 2-2 بعد اربع ركلات ترجيح. واضح انه الحارس ده متفوق في الناحية اليمين، صد الكورتين للتيماوي ولمسعد في الناحية اليمين. كورتين بتنصد من حارس المرمى احمد عبد العزيز، واصبحت النتيجة بعد الضربة الترجيحية او الركلة الترجيحية الرابعة افضل 2 كانوا مؤهلين للتسديد في المنتخب السعودي التيماوي وخالد مسعد، لكن بيضيعوا. يسجل حسين عبد الغني عبد الله سليمان، وهذه ركلة الترجيح الخامسة للمنتخب الايراني. وبتتسجل بيسجلها على طول رقم 4 كريم باقري بيسجل الضربة دي. اذا المهمة الان المنتخب السعودي. الكرة دي سجلت بتساوى الفريق الايراني والسعودي، لانه الايراني الان من الضربة الخامسة متقدم بثلاثة والمنتخب السعودي 2. كريم باقري سجل الضربة الخامسة. اذا ايران سجلت 3 من 5. ودي الضربة الخامسة للمنتخب السعودي. الضربة الخامسة ابراهيم ماطر، ركلة الترجيح الخامسة. يلا ابراهيم، توفيق ابراهيم. ابراهيم ماطر والضربة الخامسة. ابراهيم ماطر وبسجل ابراهيم ماطر. بنرجع الموضوع من جديد. اذا ابراهيم ماطر سجل
وعبد الله سليمان سجل، حسين عبد الغني سجل، وهنا حميد رضا سجل، وكريم سجل، ومحمد علي بيرواني سجل. بينما اضاع علي داي الضربه الاولى، واضاع حمزه فلاحات الثانيه لايران، واضاع خالد التيماوي الاولى للسعوديه، وخالد مرثد اضاع الثانيه للمنتخب السعودي. اذا الضربه السادسه الان، تستمر الضربات حتى يتفوق فريق الاخر. محمد علي خاكبور يبدو لي قائد الفريق، محمد علي خاكبور او محمد خاكبور، والضربة السادسة. خاكبور، يلا يا محمد ادعية. خاكبور ومحمد الدعية، خاكبور والدعية الدعية بيصدرها، الدعية بيصد خاكبور الضربة السادسة. اذا الان مأمورية المنتخب السعودي انه يسجل الضربة دي ويتأهل للمباراة النهائية. يتأهل للمباراة النهائية. مين اللي رايح؟ احمد جميل. احمد لاعب رائع في ضربات الجزاء، واحمد ممتاز ان شاء الله. الضربة السادسة، احمد جميل، احمد جميل الضربة السادسة الترجيحية، الركلة الترجيحية السادسة، واحمد جميل واحمد عبد العزيز الحارس الايراني، احمد عبد العزيز والمدافع السعودي وقائد الفريق السعودي في هذا اللقاء. احمد جميل، احمد جميل، انسجل احمد جميل، انتهت الحفلة، والمنتخب السعودي اصبح الفريق العربي الثاني الى المباراة النهائية مع منتخب الامارات. احمد جميل، احمد جميل، احمد جميل، احمد جميل، احمد جميل، احمد جميل، وهو فريق يستحق الإشادة والتخدير. هذا هو أحضر رجل في المباراة،
محمود عداد عزيزي رقم 11 اللي سجل في الشوط الثاني بمهدي مهدافي. وبهذا يصبح المنتخب السعودي هو الطرف الثابت 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 في كل لقاء آسيوي. ألف مبروك للمنتخب السعودي ومبروك على هدى داد عزيز هذه الجائزة باختياره كأفضل لاعب. سيداتي آنساتي سادتي، إذا النهائي عربي خليجي 100%، لقاء سيجمع منتخب الإمارات العربية المتحدة المضيف مع المنتخب السعودي الطرف الثابت وبطل كاس آسيا 84 و88 ووصيف 92 في هيروشيما. سيداتي آنساتي سادتي، نتمنى إن شاء الله أن يجيء الختام كما توقعه الجميع رائعا يليق بالكرة الخليجية العربية، ويكون مسك الختام لهذه الدورة التي بحق تعد الأفضل على تاريخ الدورات الآسيوية لأكبر قارات العالم. سيداتي آنساتي سادتي، مع التحية مع التهنئة للمنتخب الإماراتي بالوصول إلى الدور النهائي، مع التحية مع التهنئة للمنتخب السعودي بالوصول إلى الدور النهائي. أشكركم، وعلي داود يودعكم من مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى الإخوة الأعزاء في استوديو ART. الجول ابتدى في الهجوم.